ريزيومر. اتفضل يا دكتور بسم الله محمد. الرحمن الرحيم. أنا دكتور محمد علي سيد، مدرس مساعد قسم 23. النهارده إن شاء الله هنتكلم محاضرة عن الـ Guidelines for Management of Arterial Hypertension، ودي كانت آخر واحدة نازلة في الـ European Society of Cardiology ESC 2018. أنا حابب بس أنوه للنواب إن في بعض البيزكس، بس عشان دي أول محاضرة Guidelines، عشان يبقوا فاهمين إيه هي الـ Guidelines، هو عباره عن ايه. ده بالنسبه لكل الجايد لاينز اللي هتتشرح لكم. وبعد كده هنتكلم سبيسيفيك عن الارتيريال هايبرتنشن بالمانجمنت بتاعها، بالديفينيشن، بكل حاجه ان شاء الله. حابين بس نقول، عشان لما اي نايب يجي يقرا جايد لاينز، في حاجه اسمها كلاس اوف ريكومنديشن وحاجه اسمها ليفل اوف ايفيدنس. دي اللي بتدي قوه الجايد لاينز، سواء نعملها ما نعملهاش، طب نعملها بقوه، لا نعملها يعني مش ده بيسموه الايفيدنس بيزد ميديسن. احنا عندنا كلاس 1 وكلاس 2 اي كلاس 2 بي وكلاس 3. على مستوى النواب اي ثينك ان اهم حاجه كلاس 1 وكلاس 3، بعد كده كلاس 2 اي وكلاس 2 بي يعني قدرت تحفظها يبقى كتر خيرك وكويس جدا، بس اهم حاجه جدا اللي هي شو شود ويو هاف نوت، دي اهم حاجه. بعد كده كلاس 2 اي وكلاس 2 بي بقى بين على مستوى النواب يعني دي حاجه اوبشنال ليك، بس يعني يفضل انك تبقى عارف. طبعا كلاس 1 دي اللي هي الايفيدنس او الجنرال اجريمنت ان الجيفنج تريتمنت او البروسيدور ده يوسفول وافكتيف وبتبقى ريكومندد. الكلاس 2 اي وكلاس 2 بي، كلاس 2 اي ده شود بي كونسيدر، ودي الويت اوف ايفيدنس والاوبينيونز بتبقى فيفور ناحيه اليوسفولنس والافيكاسي، لكن الكلاس 2 بي اليوسفولنس والافيكاسي بيبقى ليس ويل استابلشد بالايفيدنس والاوبينيون وبتبقى مي بي كونسيدر. اما كلاس 3 هو عكس كلاس 1، ان الايفيدنس والجنرال اجريمنت للجيفن بروسيدور بيبقى نوت يوسفول او افكتيف وبيبقى هارمفول احيانا كمان، وعشان كده بيبقى نوت ريكومند. طيب بيبقى جنب الكلاس في حاجه اسمها ليفل اوف ايفيدنس. هم جابوا الكلام ده منين؟ جابوا الكلام ده لو ليفل اوف ايفيدنس ايه؟ الداتا دي derived من multiple randomized clinical trials او meta analysis او systemic review. وانا جايب بعد كده سلايد ده عشان يفهم قوه الايفيدنس ده. احنا عندنا البيز اللي هي اقل حاجه اللي هو الباك جراوند انفورميشنز اللي احنا عارفينه من الليتريتشر، معروفه اتعرف الكلام ده، او الاكسبرت اوبينيون انه الناس الاكسبرتس بتوعنا والله شافوا كذا، وهم ما عملوش ستادي بس هم شافوا ان هو ده جنرال اجريمنت وذ ذا اكسبرتس، وده بتبقى اضعف حاجه. بعد كده في الكيس كنترول ستاديز، دي اقوى شويه، والكيس سيريس. بعد كده الكوهورت ستاديز، بعد كده الراندمايزد كنترول ترايلز، ودي هتلاقوها كتير قوي مبتكتب في الكتب راندمايزد كنترول ترايلز. بعد كده بقى بتبقى حاجات اقوى شويه، يحصل بعد كده ميتا اناليسيز للراندمايزد كنترول ترايلز، واخر حاجه توب اوف ذا بيراميد السيستميك ريفيو. فعشان كده لما نقول ان ده ليفل اوف ايفيدنس ايه، ان الداتا دي جايه من مالتيبل راندمايزد كنترول ترايل او ميتا اناليسيس، دي اقوى حاجه، او سيستميك ريفيو. الليفل اوف ايفيدنس بي دي بتبقى داتا يعني بتبقى درايفد من سنجل راندمايزد كلينيكال ترايل او لارج نون راندمايزد. راندمايزد ونون راندمايزد دي المقصود بيها ان احنا مش الراندمايزد يعني متقسمه بطريقه انا مش متحكم فيها في التدخل فيها، ومتقسمه بطريقه statistically، ده شغل statistics، ده شغل حسابات الستاتستكس لما يجي يعمل ستادي، والستادي تبقى randomized ولا non randomized. الراندمايزد بتبقى اقوى من النون randomized. اخر حاجه ليفل اوف ايفيدنس سي اللي هي بتبقى الاوبينيون اوف اكسبرتس، او بتبقى سمول ستاديز ريتروسبكتيف ستاديز ريجستريز، تبقى حاجات ضعيفه بس لو اكتر من واحده فبالتالي بتدي لها قوه تخلي لها تخش في الايفيدنس بيست ميديسن تحط جايد لاين، ولكن تبقى ليفل اوف ايفيدنس سي. طيب هنبدا بقى الجايد لاينز بتاعتنا. احنا عارفين ان كانت الفتره دي حصل ثوره شويه، لان دي كانت جايه الجايد لاينز دي في 2018 كانت جايه بعد الامريكان جايد لاينز بتاعت الهايبرتنشن 2017، وكانت في ترايل عملت ثوره كبيره قوي وعملت لغط جامد قوي اللي هي السبرنت ترايل، اللي هي كانت عماله تقول ان ال 120 70 ده يعتبر بعده هيبقى فيه مشكله، والديفينيشنز اتغيرت، واتقال ان ساعتها لا الطريقه اللي بيقيسوا بيها الامريكانز كانوا معتمدين على حاجه اسمها
النون اوتوميتد اوفيس بلاد بريشر، وهي ان الانديفيديوال ده الكانديديت اللي كان في الاستادي دي كانوا بيقعدوا في اوضه هاديه ما فيهاش اي صوت ما فيهاش اي حاجه خالص غير الاعيان هادي خالص، ومتركب له جهاز بيبقى اوتوميتد بيسجل البلاد بريشر. وعشان كده الارقام بتاعتها كانت اقل بكتير جدا من الارقام بعد كده بتاعت الاوفيس العاديه. وعشان كده الارقام اختلفت ما بين الامريكان وبين الاوروبيان، والامريكان ليهم تقسيمه والاوروبيان ليهم تقسيمه، واحنا هنا هنتكلم على الاوروبيان. البلاد بريشر بالنسبه للاوروبيان هم قسموها لاوبتيمال ونورمال وهاي نورمال والثلاثه جريدز تو هايبرتنشن 1 و 2 و 3 اكوردنج، وده مهم قوي، اكوردنج للاوفيس بلاد بريشر، لان في حاجات ثانيه هناخدها اسمها اوت اوف اوفيس بلاد بريشر اللي هو الهوم بلاد بريشر مونيتورنج والامبلاتوري بلاد بريشر مونيتورنج. طيب الارقام دي اللي هم اتفقوا عليها، الاوبتيمال ان السيستوليك بلاد بريشر يكون اقل من 120 وان الدايستوليك يكون اقل من 80. طيب النورمال قالوا والله السيستوليك من 120 ل 129 and or، بمعنى ان لو واحد فيهم بس عالي هو يتحط في الكاتيجوري يتحط في الكاتيجوري بالاعلى. الدايستوليك يكون من 80 ل 84. طيب الهاي نورمال، الهاي نورمال بيبقى من 130 ل 139 and or من 85 ل 89. طيب نخش بقى كده جريد 1 هايبرتنشن المقصود بها من 140 ل 159 سيستوليك اند اور دايستوليك من 90 ل 99. طب جريد 2 هايبرتنشن من 160 ل 179 اند اور من 100 ل 109. الجريد 3 هايبرتنشن اللي هو اكتر من او يساوي 180 اند اور اكتر من او يساوي ال 110. الايزوليتد سيستوليك هايبرتنشن ده هيبقى الدايستول مش عالي اقل من 90 بس السيستول اعلى من او يساوي ال 140 ملم اتش جي. وجرى برضو ان كل ما كان الايدج يونجر كل ما كان بيعلى اكتر هو الدايستوليك، لان مع الايدج الدايستوليك بيقل due to stiffness of the aorta. الاورطا ما بقتش الاستيك زي الاول، فبالتالي الهايبرتنشن بتاعها ما بيظهرش قوي. فانا كل ما بزيد في الايدج كل ما الدايستوليك ما بقاش عالي قوي زي السيستوليك، فهنلاقي الميلي في اليونجر بيبقى اكتر دايستوليك وفي الاولدر بيبقى اكتر سيستوليك. طيب في كارديوفاسكولار ريسك فاكتور في البيشنتس اللي عندهم هايبرتنشن بتاثر على الريسك كاتيجوري بتاعه، بمعنى ان مين بيبقى اكتر من الفيميلز، الايدج بيفرق، السموكينج سواء كان كارنت سموكر باسيف سموكر باست هيستوري اوف سموكينج، التوتال كوليسترول والاتش دي ال، وده مهم جدا، واللي بقى اهم اكتر كمان بقى النون اتش دي ال، ودي واحده من التعديلات اللي حصلت في الجايد لاينز، وهو ان كنا بنعتمد في السكور ريسك اسسمنت 10 يير ريسك سكور كان بيعتمد على السكور، السكور كان بيعتمد على التوتال كوليسترول. اتغير الكلام ده في 2021 بالجايد لاينز الجديده بتاعت الكارديو بريفنشن، بقى السكور اسمه سكور 2، وكان الايج في السكور كان لحد سن معين، لا هو فتح السن بدا من ال 40 زي ما احنا متعودين، لان اقل ايج في السكور كان 40، هو ما زال الاقل ايج 40 بس هو فتح السن لحد ال 70 وبدا يسميه سكور 2 او بي اولد بيبل، وبالتالي الريسك اسسمنت، وبقى الريسك اسسمنت بدل ما كان لل بقى في السكور 2 بقى يشمل النون فيتال والفيتال، والكلام ده ما كانش موجود في السكور. فالكلام ده كله اتغير، الكلام ده اتحط جديد في الكارديو بريفنشن 21، وبقى يعتمد على النون اتش دي ال في ارقامه مش على التوتال كوليسترول. انتوا معايا يا جماعه؟ سامعيني؟ معاك يا دكتور فايد، معاك يا دكتور فايد، معاك. تمام سامعينك، معاك يا انا كنت عايز اقول حاجه، استاذن اقول حاجه يا دكتور فايد، يعني طبعا. بس اوضح حاجه للشباب الصغيرين. بص يا شباب الصغيرين، السكور الجديد اللي هو سكور 2 او بي،
ده كل ده ليه ابلكيشن على الموبايل. الحاجه الثانيه احنا بنبقى يعني كمصريين اغلب الميلز فوق ال 40 والفيميلز فوق ال 45 بيبقوا كاتيجورايزد هاي ريسك مباشره يعني. فانتوا برضو هو يعني الكلام عليه كتير موضوع السكور ده، لكن اليوتيليتي بتاعته في الـ يعني في الاوت بيشنت سيرفيس في مصر اظن هو قليل. طبعا دكتور عبد الله معانا برضو ممكن يقول لنا الانبوت بتاعه، لكن ان احنا نحكم على يعني ان احنا يعني ما تحط ما تدوش السكور 2 السكور 2 او بي يعني اكبر من حجمه، ما تخلوش ان حاجه كبيره. بس هو في تعديل بس يا مصطفى عايز اقول لك عليه مهم، لان هو ده ما كانش موجود في السكور وما موجود في السكور 2، هو ان ايجيبت نزلت. يعني انت في الابلكيشنز، في ابلكيشن فعلا اتعمل مخصوص للكارديوفاسكولار ريسك سكور، اب سواء ابل او سواء اندرويد موجود، هو كده كده الكاونترز منها مصر، لان هو السكور ده متقسم حسب الكاونترز وبعد كده حسب الايج. حسب الكاونترز احنا من الهاي ريسك كاونترز خلاص اوكي، احنا اوريدي هنروح دايركت على السكور بتاع الهاي ريسك ريجنز بتاع الاوروبيان هاي ريسك. فاحنا اوريدي لما حتى بتختار ايجيبت من ضمنها، انت بتختار ايجيبت وهو عارف انك ايجيبت، مش يعني خلاص بقى دلوقتي معروف ان ايجيبت هاي ريسك، وبعد كده بتبدا تشوف الابيرنتلي هيلثي، ما عندوش ريسك فاكتورز عنيفه، ما عندوش كارديوفاسكولار ديزيز، مش دايابيتك، مش هايبر كوليستيروليميك، مش سيفير هايبر تنشن، مش مش مش. فده انت كده تعتبر ابيرنتلي هيلثي. خلاص ابيرنتلي هيلثي اقدر ادخل عليك السكور عادي مفيش مشكله، بس ما تبقاش انت واخد حاجه من الحاجات اللي ما تدخلكش السكور اصلا. يعني هو السكور ده في حاجات ما تخشهاش، دايابيتك ما يخشهاش. انا قصدي يا دكتور فايد ان انا ما يخشهاش، انا مش قصدي كده. انا قصدي ان هم يعني الهدف من ان احنا نقول لهم على السكور ان هم يفتحوا الابلكيشن مش يقعدوا يذاكروا. تمام. يا ريت يا دكتور فايد تبعت لنا اللينك بتاعت على الجروب بتاعت هبعته على الجروب، هبعت صوره الابلكيشن وصوره الابلكيشن لانه ده الصراحه بقى مهم قوي في الاسسمنت. وبيتقال ان العيال لو مودريت تو هاي ريسك، طب مودريت تو هاي ريسك بناء على ايه؟ بناء على السكور. تمام خلاص تمام، يا ريت ابعته لنا وتفضل نكمل بقى. برضه اليوريك اسيد اكتشفوا ان ده واحد من الريسك فاكتورز المهم في الهايبرتنشن. الدايبيتس اوريدي طبعا اكيد هايبرتنشن مهم، الاوفر ويت والاوبيزيتي، والمقصود طبعا باوفر ويت يعني بادي ماس اندكس فوق ال 29.9، يعني احنا عندنا من 25-29.9 ده يعتبر اوفر ويت، و30 فما فوق ده كده الاوبيس كاتيجوري كلهم. الفاميلي هيستوري بتاعت البريماتور كارديو فاسكولار ديزيز يعني ميل اقل من 55 وفي ميل اقل من 65. الفاميلي والبرنترال هيستوري بتاعت الايرلي اونست هايبرتنشن، ايرلي اونست اوف منيبوز، سيدنتري لايف ستايل، سايكولوجيكال وسايكوسوماتيك فاكتورز، الهارت ريت كل ما بيزيد اكتشفوا ان في علاقه ما بين الايدج وما بين الهارت ريت. طيب في حاجه برضو اسمها اسيمبتوماتيك هايبرتنسيف ميدييتد اورجان دامج. الهايبرتنشن بيعمل دامج وساعات بيبقى اسيمبتوماتيك زي الارتيريال ستيفنس، بنلاقي البلس بريشر اكتر من 60 وده في الاولد بيبل عشان بيبقى الاورطه ستيف، فبالتالي زي ما انا قلت السيستوليك بيعلى والديستوليك مش بيعلى بنفس القدر، فبالتالي البلس بريشر بيزيد، لان البلس بريشر للناس اللي مش عارفاه هو الفرق بين السيستوليك والديستوليك. الكاروتيد فيمورال بالس ويف فيلوسيتي تكون اكتر من 10 ملي بير سكند، ودي حاجه دوبلكس بتتقاس. الاي سي جي لما الاقي ال في اتش دي واحده من الهايبرتنسيف ميدييتد اورجان دامج، او الايكوكارديوجرافي لما الاقي ال في اتش وبيبقى مور سبيسيفيك عن الاي سي جي. طبعا المايكرو البومنوريا او الالبومين كرياتين ريشيو لما الاقيها عاليه، وهي كلمه مايكرو البومنوريا ان انا الاقي في الدبستيك يورين اللي هي بتبقى مورنينج ميد ستريم الاقيه من 300 من 30 ل 300، دي بيسموها الرينج بتاع المايكرو البومنوريا، واكتر من 300 دي اسمها الماكرو. مجرد وجود المايكرو البومنوريا ده از ريسك فاكتور. المودريت سي كي دي زي ما قلنا الاستيميتد جي اف ار من 30 ل 59، الانكل بريكال اندكس ودي حاجه بتتقاس يعني معروفه بنقيس الريشيو ما بين البريكيال ارتري وما بين البوستيريور تيبيال ارتري. الادفانسد ريتينوباثي لو عملت فندس الاقي هيموريدج، الاقي اكسدوت، الاقي بابليديما. العيين الاستابلشد كارديو فاسكولار رينال ديزيز برضو
حصل سيربرال فاسكولار اكسيدنتس كيميك ستروك سيربرال هيموريج تي اي ايز مايوكارديال انفاركشن انجينا اثيروماتوس بليكس لو بانت في اي ايمجينج سواء سي تي كورونري انجيو كاروتيد دوبلكس مجرد وجود البلاك از ريسك فاكتور هارت فيلير بريفر ارتريال ديزيز ارتريال فايبريليشن سيفير سي كي دي استيميت جي فار اقل من 30 ده السكور سيستم القديم لكن على المستوى الجديد بقى ده الكلام الجديد اللي هو كان نزل بعد كده انا عندي بقى يفتح الايج قبل كده ما كانش فاتح الايج كان اخره سن معين ده لا بقى اقل من 50 ل 40 لان اقل من 40 ما بيخش في السكور اصلا ومن 50 ل 69 وفوق ال 70 فوق ال 70 ده اللي هو سكور 2 اولد بيبل وبقى يشخص اللو تو مودريت كارديوفاسكولار ريسك بيبقى حسب البرسنت اللي بطلعها من السكور لو اقل من 50 واقل من 2.5 ولو اقل من 50 ومن 2.5 ل 7.5 ده هاي ولو اكتر من 7.5 ده فيري هاي طب من 50 ل 69 بروح ابص على السكور انا في اني هو في ثلاثه سكور محطوطين اللي هيفتح جايد لاينز او اللي هيفتح الكاش يبقى عارف هو بيدور ازاي او السكور يحسبها له بالكالكوليتر اسرع بيروح وبيشوف بيعلم هو عايز منه اول حاجه الهايبرتنشن بتاعه من غير تريتمنت هو السيستوليك بتاعه كام النون اتش دي ال بتاعه كام الايدج بتاعه كام والله بروح هنا مع هنا مع هنا بيجمع لي رقم بروح اشوف الرقم وهشوفه هو واخد انهي رقم بالبرسنت ولما اروح بعد كده اعرف من الايدج بتاعه البرسنت ده موقعني في انهي كاتيجوري بعد كده من 5 من 50 ل 69 اقل من 5 ومن 5 ل 10 اكتر من 10 اكتر من 70 اقل من 7.5 من 7.5 ل 15 اكتر من 15 وبالتالي هو في الجايد لاينز برده ال 21 بيقول في الابيرنتلي هيلثي وكلمه ابيرنتلي هيلثي بمعنى ما عندوش استابليشد اسريفاسكولار كارديوفاسكولار ديزيز مش دايابيتك مش سي كي دي ما عندوش جيناتيك ليبيديميا زي عينين الهايبر كوليستروليميا الفاميليال هايبر كوليستروليميا ما عندوش جيناتيك بلاد بريشر ديس اوردرز او البلاد بريشر بتاعه فيري هاي اعلى من 180 ده ما يخشش في سكور مش واخدين له اصلا كاتيجوري في السكور والنون اتش دي ال اعلى من 7 مش موجود اصلا في السكور انت لو 7 المقصود هنا 7 ملي مول عشان في تحويله السكورز تبقى محطوطه بالملي مول وهو في السكورز الجديده بقى يحط جنبها الملي جرام تقريبا اي ثينك انها 270 بالملي جرام اللي هي 7 ملي مول هو لو حب يجي يحط السكور مش هيلاقي هيلاقي اصلا اخر السكور ده اخره فبالتالي هو مش موجود في السكور الاستيميشن بقى بتاع التينير فيتال والنون فيتال بيبقى ريكومندد طبعا وبقدر اعرف الابيرنتلي هيلثي اكتر من 70 نفس الكلام برضو بيستخدم السكور 2 اولد بيبل او بي في الابيرنتلي هيلثي التينير فيتال والنون فيتال في حاجه تانية برضو وموجوده في السكورز اسمها اللايف تايم ريسك دي حاجه جديده برضو نازله في الجايد لاينز الجديده بتاعه 2021 ان هو بيحسبش بس ال 10 يير ريسك سكور لا انا بحسب هو العيان ده يقدر يقعد لايف تايم قد ايه وهل هو لو اتعالج هيقدر يكسب لايف ولا لا ومحتاج تريتمنت عشان يبقى لايف فري ولا لا ده كلام برضو جديد بيحسبه كل سكورز وبتطلعه طبقا للابلكيشن بقى ده الابلكيشن بيطلعه فبقى في حاجه اسمها 10 year fatal non fatal cardiovascular risk score ولايف تايم ريسك سكور وبدنا لايف تايم ده نقدر نعرف التريتمنت بنفيت بتاعنا برضو نقدر عايزين محتاجين نعرف الريسك موديفايرز في حاجه اسمها ريسك موديفايرز غير السكورز الفريليتي عيان اولد ايج ما بيتحركش فيري فريل ده بيبقى مهم برضو في الاسسمنت البولي فارماسي عيان اوريدي اولد ايج معدي ال 80 ومعدي ال 90 بياخد ادويه كتيره لازم ناخد بالنا كويس قوي ان العيان ده هل الليفر انزيمز والليفر بتاعته هيستحمل الكيميديا ولا لا الكيدني والريدال ادجستمنت هتستحمل الكلام ده ولا لا البيشنت بريفرنس ليه اهميه العيان عايز يتعالج اصلا ياخد العلاج ولا لا بيجي يقول لي انا مش قادر اخد الادويه دي كلها الادويه دي كلها عليا كتير انا مش عايزها فبالتالي الكلام ده لازم يتاخد في الحسبان البيشنت بقى الاستابليش كارديوفاسكولار خلاص ده اوريدي خلاص ده ما بقاش برايمري ده بقى سكندري بريفنشن ما يطبقش على الكلام ده الدايبيتس ليه سكور لوحده الرينال ديزيز والديسليبيديميا والفيري هاي بلاد بريشر خلاص العينين دول بقى هاي او فيري هاي على طول والحاجات دي بتبقى حاجه اسمها ستيب وايز تريتمنت ليها الجوريزم موجوده في الجايد لاينز الجديده ليها ستيب وايز بطلع وايه وبعلى والليبد برضو لما تيجي تقروا في الجايد لاينز الهايبرتنشن
هما كانوا حاطين الليبيدز عشان ما تتلخبطوش، كانت على قديم، كان على نظام قديم، الارقام اتغيرت. لما تقروا حاجه خاصه بالليبيد في الهايبرتنشن معلش بعد اذنك روح اقراها في اخر جايد لاينز للليبيد لانها اتغيرت، الكلام كله اتغير عشان ما تتلخبطوش بالارقام ما بين الارقام اللي موجوده هنا والارقام اللي موجوده بعد كده. الاحدث هو اللي ناخد بيه. طيب احنا قلنا للميجرمنت بتاع البلاد بريشر في حاجه اسمها اوفيس بلاد بريشر مانجمنت، في حاجه اسمها اوت اوف اوفيس بلاد بريشر مانجمنت. طيب الاوفيس بلاد بريشر ميجرمنت بتتقاس ازاي؟ انا عارف ان كلام بيزكس بس بعض الناس مش بتبقى مجمعاها وبتبقى ناسيه بعضهم وما بتطبقوش. اول حاجه العيال لازم يبقى سيتد كومفورتبلي في كوايت انفايرمنت، ما يبقاش لسه جاي من خناقه، ما يبقاش متنرفز، ما يبقاش بيتالم، ما يبقاش متضايق، عشان كل الكلام ده بيأثر. بيبقى قاعد ساند ظهره، فارد رجله اللي عاملها كروس، ولا حاطط رجل على رجل ولا اي حاجه، لازم يكون مفروده الكروس وتانيه الرجل زياده عن اللزوم تزود البلد بريشر، بدليل ان احنا في عيانين الفالوت كنا عندي اتنين رجله عشان يزود التوتال بريفر ريزيستنس عشان يقدر يقلل الشنط، فوريت تاني الرجلين دي بترفع الضغط، فلازم الرجلين تكون مفروده او قاعد فارد رجليه ويكون قاعد لمده 5 دقائق. بعد كده يتاخد 3 ميجرمنت للبلاد بريشر 1 و 2 مينيت ابارت، واديشنال ميجرمنت ساعات بنحتاجها لو كان الفرق ما بينهم اكتر من 10، وبناخد افريج من اخر اتنين. بعد كده في عيانين بيبقى البلد بريشر بتاعهم في لخبطه، الاريزميز هتخلي الصوت مش مسموع كويس زي العين اف، وخصوصا في المانيو اسكرتيك موفمنت هتلاقي ايه، انت هتقدر تقيس الاوتوميتد هيبقى فيه مشكله في الاف مش هيطلع عيانات مظبوطه. يعني لو عيان اف وانت تستخدم جهاز من الاجهزه اللي بتبقى اوتوميتد هي اللي بتقيس لوحدها انصحك بلاش، هيطلع لك عيانات مختلفه وعيانات ملخبطه، فعينين الاريزميز وعينين الاف. طيب الكاف بيبقى ليها ستاندرد حوالي 12 13 سم وايد و35 سم لونج لمعظم البيشنت، في لارجر وفي سمولر كاف، لان حجم الكاف كاف سايز دي من الحاجات اللي بتاثر في الميجرمنت، ممكن تعمل اندر استيميشن او تعمل اوفر استيميشن. طيب الكاف بتبقى موجوده فين؟ بتبقى موجوده على مستوى الهارت، الباك والارم سبورت زي ما قلنا، افويد اي ماسل كونتراكشن واي ايزومتريك اكسرسايز عشان ده بيزود البلد بريشر. طيب لما بنستخدم الايه السكالتاتوري موفمنت، احنا السيستول عندنا عند الفيس 1 والديستول عند الفيس 2 فيس 5. طيب احنا كنا دايما حافظينهم من ايام الفيسيولوجي، كلير ميرمر كلير ديكريز ديسابير، دي اساميهم اللي احنا عارفينها. كلير الاولانيه هي فيس 1 وديسابير هي فيس 2 فيس 5 سوري، ما عدا في عينين الهايبر دايناميك سيركيوليشن احيانا ما بتوصلش لمرحله ان الفيز يروح، الديسابير دي ساعات ما بتبقاش موجوده، بيفضل انت سامع على الضغط تك 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 لحد الصفر. فعين الهايبر دايناميك سيركيوليشن، طيب انا اعمل ايه؟ تضطر اسفا تعتمد على ان الصوت لما يقل اول مره واحده، ده غالبا الدايستول بتاعك. طيب الميجرمنت بتاع البلاد بريشر في البوست ارم في الفيرست فيزيت مهم عشان تديتكت هل في ديفرنس بين التو ارم ولا لا، والارم الهاير هو اللي بناخد عليه برضه بنقيس الاورثوستاتيك هاي بوتنشال، وهو ايه تعريف الاورثوستاتيك هاي بوتنشال؟ وده موجود في الجايد لاينز وهتقروه وتلاقوه. هو المفروض اصلا نورمالي انا لما اقوم اقف بعد 3 دقائق ايه اللي يحصل؟ المفروض السيستول بيقل والدايستول بيزيد، ده المفروض الصح. السيستول ممكن يقل ب 10 والدايستول يا ما يقلش يا يزيد بخمسه، يزيد بخمسه. طيب هو معرفها في الجايد لاين ان اورثوستاتيك هاي بوتنشال يعني السيستول يقل اكتر من 20 والدايستول يزيد اكتر من 10، يقل اكتر من 10. فده تعريف الاورثوستاتيك هاي بوتنشال اللي موجود في الجايد لاين. طيب احنا محتاجين نعمل ايه؟ نقيس البلد بريشر دقيقه وثلاث دقائق بعد ما يقف عشان نشوف الفرق، هل في فرق ولا لا. بننيم العيان ونقعده بعد. طيب برضه الهارت ريت مهم والبلس مهم عشان نشوف في اريزميا ولا لا. ودي الديفينيشن بتاعت البلاد بريشر اكوردنج. احنا قلنا في حاجه اسمها الاوفيس، في حاجه اسمها اوت اوف اوفيس. الاوت اوف اوفيس دول اتنين، امبيلاتوري بلاد بريشر وهوم بلاد بريشر. خلاص الاوفيس احنا عرفناها، عيان فوق ال 140 او فوق الدايستول 90 ده اوفيس بلاد بريشر هايبرتنشن. طيب بالنسبه للامبيلاتوري الدي تايم او الاويك، المين بتاعه بتاع الجهاز يكون سيستوليك اكتر من او يساوي 135 او الدايستول اكتر من او يساوي 85. النايت او السليب المين بتاعه يكون اكتر من او يساوي 120
او ديستول اكتر من او يساوي 70 او 24 اور مين يكون اكتر من او يساوي 130 او اكتر من يساوي 30. طيب بالنسبه للهوم بقى عيان بيقيس في البيت بجهازه هو يكون هايبرتنشن اكتر من او يساوي 135 وديستول اكتر من او يساوي 85. دي كومباريزون ما بين الامبلاتوري بلاد بريشر مونيتورنج والهوم بلاد بريشر مونيتورنج. الادفانتج طبعا بتاعت الامبلاتوري بلاد بريشر مونيتورنج احنا عندنا فيه تو دايليمز ممكن نقع فيهم واحنا بنقيس الاوفيس بلاد بريشر مونيتورنج، وهو الوايت كوت والماسكت، ودول عكس بعض تماما. الوايت كوت نعيان بيقيس في البيت ضغطه كويس، يجي يقيس عندي في العياده او بره الاوفيس يعني الاقي فيه ضغطه عالي، ده بيسموه وايت كوت. مش بنقدر ندايجنوز الوايت كوت ده الا لما يعمل يا اما امبلاتوري بلاد بريشر مونيتورنج يا اما هوم بلاد بريشر مونيتورنج. هو يقدر ياكد لي ان العيان ده والله لا ده وايت كوت، لا ده مش وايت كوت. طيب الماسكت العكس، هو ان العيان يجي عندي في الاوفيس عايز له الضغط الاقي ضغطه كويس، يروح البيت يقيس ضغطه الاقي ضغطه عالي، او الاقي ان العيان ده عنده هايبرتنسيف ميديت اورجان دامج وبقيسه في عندي كويس، يبقى في حاجه غلط، يبقى بالتالي انا محتاج ان انا اعمل له اوت اوف هوسبيتال ميجرمنت عشان ااكد هل عنده ماسكت ولا لا، لان الماسكت ده ليه ريسك فاكتورز، ليه ريسك فاكتورز اوف كاردي فاسكولار مورتاليتي اعلى من عيانين نون متنسف. والوايت كوت برضو ده مهم ان احنا نتابعه ونشوفه هل هو وايت كوت ولا لا، لان عنده هيبقى محتاج لايف ستايل، مش محتاج تريتمنت بس محتاج لايف ستايل، بيحطوه تحت عيننا لان ممكن يقلب بعد كده ان يبقى بعد كده منتين ده هايبرتنسف. الامبلاتوري بلاد بريشر البروجنوستيك بتاعته سترونجر. النايت تايم ريدنجز بتفيدنا عشان في حاجه اسمها ديبنج ونون ديبنج. للناس اللي ما تعرفش الكلام ده من النواب، هو الامبلات هو نورمالي ان البلاد بريشر بالليل بيقل، وفي حاجه بيعمل حاجه اسمها ديبنج، ولو مش موجود ده بيسموه نون ديبر، والنون ديبر ده از ريسك فاكتور، ده كارديو فاسكولار ريسك فاكتور. وغالبا العيان ده لو مش هايبرتنسف هو غالبا هيبقى هايبرتنسف. نون ديبنج ده مش حاجه كويسه، فعشان كده الناين تايم ريدنج دي مهمه قوي. الميجرمنت في الريال تايم سيتنج، طب تروح وتروح وتيجي وتمشي وتتحرك وتعمل اكسرسايز، فبالتالي هو بيقيسك في التوتال لايف مش انك قاعد متاهب لقياس الضغط. بيقدر يقول لك الفينوتايبس بتاعت البلاد بريشر دي عامله ازاي. بالنسبه للهوم بلاد بريشر دي حاجه شيب وناس تقدر كلها تعملها. في الهوم سيتنج العيان قاعد ريلاكسد مش مشدود ان قاعد في عياده الدكتور. العيان يبقى مشارك معاك في قياس الضغط، تقدر تقيسها اكتر من مره وعلى مسافه اطول، ومش طبعا العيان فاينانشلي الجهاز ضغط عنده في البيت يقدر يقيس اي وقت عن انك تروح تاجر جهاز امبلاتوري بلاد بريشر مونيتورنج بار. طب الديس ادفانتج ايه؟ طبعا الامبلاتوري بلاد بريشر زي ما قلت اكسبنسيف وليميتد افيلابيلتي، ممكن يبقى انكمفورتبل انك تركب العيان جهاز يقعد كل نص ساعه يقعد ينفخ ويفضي، فدي ممكن تبقى انوينج لبعض الناس. الديسادفانتج بقى انه انه ستاتيك بمعنى مش تقدر تقيس الضغط والعيان بيعمل مجهود، العيان ده قاعد، وانت هتقيس الضغط العيان في البيت اكيد هو قاعد مش بيتحرك بيه. بوتنشال ميجرمنت ايرور، انا مش ضراني ان العيان ده بيقيس صح ولا لا، بيسمع صح ولا لا لو هو بيسمع اوسكالتاتوري، او الجهاز اللي معاه ده كاليبريتد اصلا دي اف دي ابروفد ولا لا اصلا، وما فيهوش دكتوريال ريدنج، ما حدش هيجيب حد وهو نايم يقيس الضغط، صعبه يعني. طيب لما نيجي نشوف برضو الريدنجز والفولو اب، والله عيان انا جيت قست له الضغط لقيته اقل من 120 80، هل عنده خلاص كده؟ لا، جايد لاينز بتقول لك عيد له الضغط تاني كل 5 سنين. طيب نورمال من 120 ل 129 او من 80 ل 84، هل اسيبه؟ لا، لو سمحت عيد له الضغط كل 3 سنين. طيب الهاي نورمال اللي هو من 30 ل 139 ومن 85 ل 89، الهاي نورمال دي فيها مشكله، لان العيان ده ممكن في احتمال يكون ماسكت، وبالتالي انا ممكن الجا لاوت اوف هوسبيتال عشان ااكد العيان ده هاي نورمال فعلا ولا العيان ده هو فعلا في الهاي نورمال كاتيجوري بتاعته، وخصوصا عينين الدايبيتكس. الدايبيتكس ممكن يبقوا في الكاتيجوري دي، وبالتالي العيان ده كمان محتاج ان يتقاس له بلاد بريشر انيوالي كل سنه، لازم اطمن ان ضغطه ما بيعلاش. خلاص بقينا هايبرتنشن. طيب الفيزيتس بتاعته هتبقى اكوردنج للريدنجز واكوردنج للميجرمنت واكوردنج للمانجمنت، واحيانا هحتاج الاوت اوف هوسبيتال عشان اتاكد هو برضه ماسكد ولا هو كنترولد فعلا. طيب ده الكونديشن اللي فيها الهاي كوت هايبرتنشن،
زي بيأمر فيري فيري كومن في الجريد 1. لما الاقي عين جريد 1 اوفيس بلاد بريشر احتمال يكون ده وايت كود والماركت اوفيس بلاد بريشر فاريشن ومفيش هايبرتنسيف في ديت اورجان دامج. يعني الاقي عين جاي العياده ضغط 170 ضغط 160 واجي اقيس في بيت او قيسته انا اول في العياده والتاني الاقي بعد شويه بقى 140. دي ارقام كبيره قوي فاريشن عنيفه. فبالتالي لا انا محتاج حاجه اوت اوف هوسبيتال عشان اقدر اتاكد هل هو فعلا في اوفيس بلاد بريشر مونيتنج فيها فاريشن فعلا هو ده وايت كوت ولا انا القياس مظبوط. طيب الماسكت هايبرتنشن بقى بيامور كومن فين؟ في الهاي نورمال اوفيس بلاد بريشر او النورمال اوفيس بلاد بريشر ولقيت عنده هايبرتنسيف جديد اورجان دامج يبقى غالبا في حاجه غلط او التوتال كارديوفاسكولار ريسك سكور بتاعته عاليه. فبالتالي لا انا خايف العيان ده يكون هايبرتنسيف ماسكت ولا مش واخد بالي. تمام البوستشر والبوست برانديال هايبوتنشن في الانتريتد والتريتد فانا عايز اتاكد والله هو العيان ده مظبوط ولا ضغطه مش مظبوط التريتمنت بتاعه اعنف عليه ولا لا. برضو في حاجه اسمها ريزيستنت هايبرتنشن هنقدر ناسس هو فعلا ريزيستنت ولا مش ريزيستنت. دي في الديفينيشن بتاع ريزيستنت هايبرتنشن انك لازم تتاكد بالهايبرتنسيف هل هو بالاوت هوسبيتال ولا لا. Evaluation of blood pressure control especially for high risk patient, the exaggerated blood pressure response في الاكسرسايز, the variability في الاوفيس بلاد بريشر, the symptoms بتاعت الهايبوتنشن اللي بتحصل مع التريتمنت, النكتورين بلاد بريشر والديبنج زي ما قلت لكم, عينين دايابيتكس, عينين سي كي دي, عينين الاوتونوميك ديس فانكشن, السليب ابنيا, الاوبستراكتيف سليب ابنيا, العينين دول بيجي لهم غالبا هايبرتنشن. طيب يبقى السكريننج تاني بالايفيدنس ان اي عيان لو هو اول ادلت عندهم اوفيس بلاد بريشر مونيتورنج ولازم يكون ليهم ميديكال فايل ولازم يكون اوير للبلاد بريشر بتاعه مش وانس ان هو نورمال خلاص امشي ومش عايزين نشوفك تاني. عشان كده العيان النورمال الاوبتيمم 5 سنين, النورمال 3 سنين, الهاي نورمال سنه, والاولدر بقى اكثر من 50 مور فريكوينت سكريننج للاوفيس. لازم الكاتيجوري دي نبقى ناخد بالنا من غالبا ممكن نوصل لها البلاد بريشر بتاعه فجاه نط ودخل في الكاتيجوري بتاعت الهايبرتنشن. طيب الاوفيس بلاد بريشر لازم يبقى ميجرد في البوست ارم وما يكونش السيستوليك ديفرنس ما بين التو ارم اكتر من 15 ملم. ده ممكن يكون في مشكله ما بين التو ارمز وبالتالي خلينا نشوف البيتوين ارم ديفرنس ريكوردد ده في السبسيكونت بلاد بريشر بنقيس على الهاير زي ما قلنا. Recommended diagnosis للهايبرتنشن. لو احنا عملنا ريبيت برضو او احنا قلنا ان احنا بنقيس العيان الهاي ريسك الجريس 3 غالبا ده خلاص ده لو جريس 3 والهاي ريسك ده غالبا خلاص دايجنوز. لكن لو اقل من كده احنا محتاجين كل فيزيت 3 ميجر 1 2 مينيت ابارت. الميجرمنت ده بيكون الريدنج لو اكتر من 10 نعيد ريدنج ثالثه وناخد الافريج ما بين اخر اثنين confirmed بالout of hospital out of office measurement بالambulatory والhome blood pressure monitoring provided in the measurement دي logistic وclinically feasible. الout of hospital احنا قلنا الout of office الambulatory والhome blood pressure monitoring بيبقى specifically recommended في بعض الclinical indications زي الhigh coat والmask والquality effect of treatment والadefining possible causative effect symptomatic hypertension. برضه الاور هايبرتنسيف بيجنت لازم يتقاس لهم البالس خصوصا في عيان الاريزميز وعيان الاف. بالنسبه للاوفيس للاذر ميجرمنت والانديسيز زي البالس والبالبيشر فاريبيليتي والاكسرسيس ماي بي كونسيدرد لكن نوت اوفن عشان كده ده كلوز اوف ايفيدنت تو بي بالشرط يعني. واحيانا بتبقى بتدي يوسفل يعني اديشنال انفورميشن في سام سيركمستانسز وعشان كده هي واخده حتى تو بي ليفل اوف ايفيدنس. في بيرسونال وفي فاميلي هيستوري مهم قوي احنا بناخده. بمعنى الفاميلي هيستوري والبيرسونال هيستوري بتاعت الهايبرتنشن هو بدا امتى؟ الكارديوفاسكولار ديزيز، الستروك، رينال ديزيز لان ده بيفرق في الاسسمنت زي ما قلنا بالظبط. الفاميلي هيستوري والبيرسونال هيستوري زي الفاميلي هايبركوليستيروليميا، السموكينج، الدايتري هيستوري والسولت انتيك، الالكوهول كونسبشن، الليك اوف فيزيكال اكسرسايز والسيدنتري لايف ستايل، الهيستوري اوف اريكتايل ديسفانكشن وده مهم، وجود اريكتايل ديسفانكشن ده في حد ذاته از ريسك فاكتور. ده واحده من الكارديوفاسكولار ديزيز اللي بنعتبرها بدايه كارديوفاسكولار غالبا
ده في مشكله كارديوفاسكولار. لما العيان يقول او يشتكي من البلاتيل ديسفانكشن، لا ده في مشكله دور عليها. العيان ده عنده ريسك فاكتورز، دور على الريسك فاكتورز بتاعته لان غالبا في ريسك، دور عليه غالبا عنده سليب هيستوري، السليب ابنيا والستركتيف سليب ابنيا، السنورنج، بريفيوس هايبرتنشن، فيبرينس بري كلامسيا، غالبا دي بتبقى ريسك ان يجي لها هايبرتنشن بعد كده حتى لو الهايبرتنشن ده راح. الهيستوري اوف سيمبتومز بتاعت الهايبرتنسيفيتيد اوركان دامج برضو البرين والاي، تلاقيه عنده هيديك، عنده فيرتايجو، عنده سينكوب، عنده امبيرد فيجنز، بيجي له تي اي ايز، عنده سنسوري موتور ديفيسيتس، عنده عمل كاروتيد ريفاسكولاريزيشن، في كوجنيتيف امبيرمنت، بدا يجي له ديمنشيا في القلب، الهارت طبعا جاله تشست بين غالبا، هو اكيد هيبقى في مشكله، شورتس اوف بريس، ديزنيا، اديما، مايكاردي انفاركشن، عمل مايكاردي ريفاسكولاريزيشن. وجود الاي اف في حد ذاته ده احيانا بيبقى يدل على ان في مشكله، لان الهايبرتنشن واحد من الريسك فاكتورز الفيري كومن للاي اف، غالبا ممكن يكون ان الهايبرتنشن هو اللي عمل له اي اف. هارت فيلير، الفيرست والبوليوريا والنكتوريا، حاجات بتاعت الدايابيتك، هيماتوريا، في ممكن نفرايتس يكون عنده رينال ارتري ديزيز، عنده نفروباثي لسبب ما، وغالبا الكيدني ديزيز تبقى اذا ريزلت اور فاكتور، بمعنى ان الكيدني ديزيز ممكن هي لوحدها تعمل هايبرتنشن، او الهايبرتنشن هو ممكن يعمل رينال ديزيز، فدي مهمه، هي ريزلت واذا فاكتور في نفس الوقت. بريفرال ارتريال ديزيز، الكوردال ستريمسز، الانترميتنت كوميونيكيشن، تلاقي عن بين فري ووكينج بتاعته قد ايه، كل دي حاجات مهمه. الفاميلي هيستوري بتاعت السي كي دي، بوليسيستيك ديزيز، عشان العيان دول غالبا بيجي لهم بعد كده هايبرتنشن. في حاجه كاتيجوري اسمها سكندري هايبرتنشن. سكندري هايبرتنشن هو ان في كوز للهايبرتنشن ده، فغالبا العيانين دول بيبقوا يانج اونس اوف هايبرتنشن، وغالبا اوف جريد 2 اور 3، اقل من 40 سنه، او سادن ديفلوبمنت، العيان ده كان نورمال وفجاه بقى هايبرتنسيف مره واحده مش عارفين ليه، او كان الهايبرتنشن بتاعه كنترولد وبقى ورسنينج وفي مش قادرين نسيطر على الضغط بتاعه، غالبا في مشكله، في حاجه جديده حصلت. العيان ده عنده رينال او رينال تراكت ديزيز، العيان ده بياخد ريكريشن دراجز زي الانفيتامين، كوكينز، بيضرب حاجه، بياخد حاجه غالبا ممكن تكون مؤثره، او بيتاخد له دراجز زي الكورتيكوستيرويدز لبعض الادويه، نزل دي كونجستنت، نزل فازو كونستريكتور، ادويه البرد اللي بتتاخد عمال على البطال وبتتاخد اوفر ذا كاونتر زي ما بيقولوا، من غير روشتات ومن غير اي حاجه، عين يجي بعد كده بسيريبرال هيموريدج، ولا جاي بسيفير هايبرتنشن او هايبرتنسيفيروسي لمجرد انه خد حاجه نزل دي كونجستنت. الكيموثيرابي، ادويه الكيموثيرابي، الفاسكولار اندوثيريال جروث فاكتور انهبيتورز دي بتعلي الضغط، اليوهمبين، الليكوراس، العرقسوس برضه بيعلي الضغط، دي ادويه بتعلي الضغط بتعمل سكندري هايبرتنشن. العيانين اللي بيجي لهم في كروموسايتوما، هتلاقي عيان بيجي له ريبيتيتف ايبيسودز اوف سويتنج، هيديك، انزايتي، بالبيتيشن، بتيجي في سولت اتاكس، هيستوري اوف سبونتينيوس او دايريتيك بروفوكت هايبوكاليميا، تلاقي عيان هايبوكاليميك، وبعض الحاجات اللي ممكن تبقى سيندرومز زي الهايبر الدوسترونيزم، زي ماسل ويكنس عنده بسبب الهايبوكاليميا غالبا، تيتاني غالبا في عنده مشكله في الكالسيوم، ومشكله في الاسيد بيس بالانس، العين اللي عنده هايبو او هايبر ثايرويديزم، الحاجات دي بتاثر، هايبر ثايرويديزم بيبقى عنده هايبر دايناميك سيركيوليشن، فبالتالي يكون عنده هايبر تنشن، او عيان هايبو ثايرويديزم وبالتالي عنده هايبر كوليسترولميا واثيروسكلروز من بدري ويجي له برضه هايبر تنشن، هايبو هايبر يجيبه هايبر تنشن، هايبر بار ثايرويديزم، العين ده عنده هايبر كالسيميا، والكالسيميا الهايبر كالسيميا تعمل فازو كونستريكشن، تعمل مشاكل. هيستوري اوف كارنت بريجنسي اور كونتراسبتيف بتعمل هايبر تنشن، تعمل سولت اند ووتر ريتنشن. سليب ابنيا والاوبستراكتيف سليب ابنيا، العينين دول يبقى عندهم هايبر تنشن ومشهوره جدا، وسواء بالمناسبه الاوبستراكتيف سليب ابنيا بالشرط يكون العين اوبيز، هي الاوبيستي طبعا واحده من الريسك فاكتورز، بس بالشرط ممكن العين ده بيجيب اوبستراكتيف سليب ابنيا، عنده بيقوم يتخنق بالليل وهو نايم ومن غير ما يحس، بالتالي يبقى انتربت سليب، ودي تعمل سمباثيك اوفر اكتيفيتي، ودي لايف سليب بيبقى عايز ينام على طول وضغطه عالي. الانتي هايبرتنسيف دراج تريتمنت كان من الحاجات اللي بتخلينا نشك ان العيان ده ما يعني هل هو بياخد هايبرتنشن قبل كده ادويه ووقفها ولا لا؟ طب هو وقفها
كان ملتزم بيها او لو ماشي عليها كان ملتزم بيها ولا لا، هل هو بياخد ادويه مش كفايه. كتير جدا من دكاترتنا زمايلنا بتوع البطنه معتمدين على ان البيتا بلوكر هو علاج الهايبرتنشن، مش عارف ليه الاعتقاد ده سائد في دكاتره كتير جدا. اول دواء يديه البيتا بلوكر، وهناخد النهارده ان شاء الله ان البيتا بلوكر هو اقل دواء بنديه للهايبرتنشن. احنا ما بنديش بيتا بلوكر غير الجايد لاينز كانت زمان من 20 سنه كان الفيرست تريتمنت كان البيتا بلوكر عشان كده للاسف. ودلوقتي هم لسه ماشيين عليها للاسف مع بعض، فا اوريدي الكلام ده اتغير. احنا من قبل حتى ما تنزل الجايد لاينز دي ان الجي ان سي اصلا كانت نزلت البيتا بلوكر الرقم 5 في الترتيب، وهناخده برده. واحنا بنقول التريتمنت بتاع الهايبرتنشن هو البيتا بلوكر يكتب انما لما بنحتاج بيتا بلوكر لعلاج حاجه ثانيه غالبا، علاج اسكيميك هارت ديزيز، علاج اريزميا، علاج هارت فيلير. فبالتالي طالما حد بيتا بلوكر فاوريدي خلاص هناخده بالمره بقى وهيساعدنا في الهايبرتنشن. لكن انا اجيب بيتا بلوكر بس واحطه من بدري من اوله، لا الكلام ده خلاص مش موجود في الجايدلاينز دلوقتي. طيب الويت والهايت طبعا والبادي ماس اندكس والويست كونفرنس مهمه قوي، وارقام الويست كونفرنس مهمه جدا. احنا بنتكلم بالنسبه للميلز يعني يكون 94 ده الاوبتيمم، و 102 ده بدايه الميتابوليك سندروم والهاي ريسك. ف ده بالنسبه للميلز. بالنسبه للفيميلز 80 ده الاوبتيمم، و 88 ده بدايه الميتابوليك سندروم والهاي ريسك. فالويست كونفرنس ده الناس كتير بتهمله، ده اللي بيقول ان في فيسفر فات وفي ميتابوليك سندروم غالبا داخلين عليها وفي انسولين ريزيستنس وبالتالي في هايبرتنشن جاي في السكه، فده مهم قوي. طبعا احنا كلنا اللايف ستايل بتاعنا وحش جدا، كلنا عندنا سيدنتري لايف ستايل، كلنا الفود هابتس وحشه جدا. الساينس برضو بتاع هايبرتنسيف ديت اورجان دامج نيورولوجيكال اكزامينشن وكونجستيت الفاندس اكزامينشن ده مهم جدا في اي عيان هايبرتنسيف، لازم يعملوا فاندس اشوف هل مياصل على الريتنا ولا لا، لان دي غالبا تبقى مشكله وتقول ان العيان ده جاله هايبرتنسيف ديت اورجان دامج ولا لا، هيفرق معايا وانا باسس في تريتمنت. بالبيتيشن والاسكالتاتوري بتاع الهارت ونشوف الكاروتيد مسموع له بروي ولا لا، لا يكون في بلاك ولا حاجه. بالبيتيشن اوف بريفرال ارتيريال ديزيز، عنده بريفرال ارتيريال ديزيز ولا لا. الكومباريزون بين التو ارمز في اول مره، مش لازم كل مره بس على الاقل اول مره وانا بقيس العيان في الاوفيس اتاكد ان مفيش فرق بين او الفرق اللي مسموح بيه 15 ده موجود مش اكتر من كده. برضو السكن العيان لو عنده كافي اوليه باتشز في كروموسايتوما نيوروفايبوماتوزس، البالبيشن الساينز بتاعت رينال ارتري انلارجمنت في عين البوليسيستيك كيدني، الهارت والرينال ارتري ميرمرز لو انا سمعت وان يكون في بريكيال فيمورال او ريديال فيمورال ديلي، ليكون عيان عنده اورتيك كوركتيشن ويكون سبب الهايبرتنشن الاورتيك كوركتيشن، لان بالشرط الاورتيك كوركتيشن يعمل فرق ما بين التو ارمز، لان وارد يكون قبل الليفت سبكليفيان او بعد الليفت سبكليفيان، لو قبل الليفت سبكليفيان ممكن يعمل فرق، لكن لو بعد الليفت سبكليفيان مش هيعمل فرق، هيبقى الفرق ما بين فوق وتحت مش يمين وشمال. عشان كده برضو يا ريت لو نقدر نقيس ما بين فوق وتحت لو شكينا، لو انا شكيت محتاج اقيس ما بين فوق وتحت واشوف فيه ريديال فيمورال ديلي ولا لا، لا يبقى العيان ده عنده كوركتيشن وقصه كوركتيشن. ويا ريت لو يتلحق وهو صغير، لان لو اتلحق وهو صغير وتريتد ممكن ما ياخدش تريتمنت، لكن غالبا للاسف لانه ممكن يبقى ديسكفرد متاخر، ولو ديسكفرد متاخر بقى خلاص غالبا بقى فيه هايبرتنسيف ميديتد اورجان دامج، وغالبا السيطره على البلاد بريشر مش بيبقى بس يتحل بحل الكوركتيشن. الساينز اوف كوشنج سندروم طبعا الاكروميجالي ساين اوف ثايرويد ديزيز. طيب اللابس بس بنعمل لابس طبعا كلها اللي احنا محتاجينها زي الهيموجلوبين سي بي سي، الهيموجلوبين اي 1 سي للدايابيتكس، التوتال ليفل بروفايل كله بالكامل، بيبقى في منان اتش دي ال اللي بقى يطلع دلوقتي في اللابس عشان ده بقى مهم قوي بقى هو في الريسك اسسمنت في السكور 2 الجديد، ترايجلسرايدز ميتابوليك سندرومز، بوتاسيوم وصوديوم، اليوريك اسيد عشان ده بقى ريسك فاكتور، كرياتينين والاستيميت الجي اف ار، الليفر فانكشن، ريون اناليسيز، الميكروسكوبيك اكزامينيشنز، هل في سيدمنتس ولا لا؟ يعني ده دليل ان في قص يبقى غالبا في نيفروباثي في مشكله، الالبوم كرياتين ريشيو عشان نشوف ان في مايكرو البومينيا ولا لا يبقى في مشكله، 12 ليد اي سي جي ده مهم جدا، الفاندوسكوبي مهم جدا، كل ده عشان ياسس الهايبرتنسيف جديد اورجان دامج. ده نفس الكلام تقريبا اللي احنا قلناه بالاضافه للالترا ساوند والدوبلر البلس ويف بوستي الانكل بريكال اندكس كوجنيت فانكشن عشان نشوف العيان ده هل البرين بتاعه متاثر ولا لا، محتاج فيرسال انفستيجيشن اتاكد لا يكون عنده بيجي له لوكال انفاركس وغالبا تبقى سايلنت ممكن ما تتشافش، بنشوفها في السي تي لا عيان عنده سايلنت انفاركس والعيان ده عنده مشكله اصلا كاروتيد
واحنا مش واخدين بالنا ويجي لنا بالستروك اللي هي بتيجي بقى عنيفه في اخر مره. البرين ايمجز بكل سي تي او ام ار اي. ودي الريكومنديشنز بتاعتها سواء الايفيدنس بتاعتها زي 12 في ده كلاس 1، الايكارديوجرافي بالابنورمالز ده كلاس 1، وممكن يبقى ديتكشن ال في اتش يعني ده كلاس 2 بي، الالترا ساوند اكزاميشن للكاروتيد وفي العيانين اللي عندهم ستروك وتي اي اس ده كلاس 1، ممكن يبقى كلاس 2 بي في الاسيمتوماتيك. عشان كده هو مخليها 2 بي في الاسيمتوماتيك اثيروسكليروتيك بليك. انا شكيت مسموح لي مي بي في كلاس 2 بي ان انا اعملها. البالسد ويف فيلوسيتي ممكن برضه 2 بي ان انا اعملها. الانكل بريكال اندكس في العيانين الليد اللي هو اللور اكستريميتي اللور اكستريميتي ارتيريال ديزيز دي برضه ممكن اعملها. الالبوم كرياتين السيرم كرياتين ده واخده كلاس 1 والالبوم كرياتين ريشيو واخده كلاس 1. الرينال الترا ساوند والدوبلر اكزامينشن دي واخده كلاس 2 اي. الفاندس واخده كلاس 1 لكن لو ده في 2 3 لكن لو كاتيجوريز الثانيه سواء الهاي نورمال او الاوبتيمم او جريد 1 ده حطها 2 بي ما خلاهاش 2 اي حتى. في الهايبرتنسيف بيشنت ويز نيورولوجيكال سيمبتومز وكوجنيتيف فانكشن نعمل سي تي ونعمل ام ار اي كلاس 2 اي. الجينيتك تيستينج بقى دي هو حط ان روتين، وكلمه روتين دي مهمه قوي يا جماعه هتتقال في جايد لاينز للنواب الصغيرين. اي حاجه روتين لا ركز فيها كويس قوي خصوصا وانت بتقرا في الام سي كيو او كده. كلمه روتين دي في حاجات قليله قوي اللي بتتقال روتين في الـ في الـ في الـ في الـ في المانجمنت بصفه عامه. فكلمه روتين دي تشكك ان غالبا دي كلاس 3 قليل قوي اللي تلاقي روتين واخده كلاس في ايفنس مش 3. فلما يقول لك كلمه روتين دي غالبا في مشكله. فلما يقول لك اي عيان هاته اعمل له كذا لا يعني لازم حاجه تكون معينه يعني. فروتين جينيتك تيستينج للهايبرتنسيف بيشنت لا. لكن امتى نعمل جينيتك تيستينج؟ لو في سبيشال سنتر وعنده في مونوجينيك كوز انا شاكك في سكندري هايبرتنشن او العيان عنده في كولستروم مسموح لك كلاس 2 ايه انك تمشي وراها وتشوف في جينيتك ديزيز ولا لا، في سندروم معين ولا لا، وده ماشي لاوتوسومال دوميننت او ريسيسيف او سلينكد او وات ايفر هو ايه. فمحتاج انك تدور وتمشي في الفاميلي سكريننج بتاعته فاميلي هايبرتنسيميا، انك تمشي وتمشي وتشوف التراك بتاعه وصل لحد فين. دلوقتي احنا عندنا عيان احنا بستانو الضغط نبدا تريتمنت امتى؟ يعني انا العيان ده استلو هبدا تريتمنت امتى؟ هل كل عيان بدون تريتمنت زي بعض؟ لا. هبدا تريتمنت بمواصفات معينه مش في وقت واحد. بمعنى لو عيان هاي نورمال بلاد بريشر بمعنى ان البلاد بريشر بتاعه 130 ل 139 او الدايستول بتاعه من 85 ل 89 كلهم بلا استثناء عشان نبقى حافظين لايف ستايل ادفايس بيبقى فيهم لايت كود بيبقى فيهم اي حد لايف ستايل ادفايس ده لكل الناس حتى الابيرنتلي هيلثي از لايف ستايل ادفايس فدي تحطها وانت مغمض عينك لكل الناس لايف ستايل ادفايس. طيب امتى بقى كونسيدر الدراج في العيان الهاي نورمال ده؟ في عيانين فيري هاي ريسك اللي احنا قلنا بالسكورز اللي احنا طبقناها او عنده كارديو فاسكولار ديزيز خصوصا الكورونري ارتريال ديزيز. يعني لو عيان عنده كورونري ارتريال ديزيز وضغطه 135 قد عقده ضغط ممكن مسموح لك كلاس 2 بي مسموح لك كلاس 2 بي يعني مي بي كونسيدر انك العيان ده اللي عنده كورونري ارتريال ديزيز وضغطه 135 غالبا انت بادئ لوحده فيهم هي اتليست البيتا بلوكر اساسا يعني فانت غالبا انت بدات واحد من الانتي هايبرتنسيف دراج اصلا فمسموح لك انك تبدا. طيب نخش بعد كده جريد 1 هايبرتنشن من 140 ل 159 على 90 ل 99 لايف ستايل خلاص احنا متاكدين قال ايميديت ابدا له دلوقتي دراج تريتمنت في الهاي ريسك والفيري هاي ريسك للبيشنت اللي عندهم كارديوفاسكولار ديزيز عندهم رينال ديزيز او عندهم هايبرتنسيف ميديت اورجان دامج. عشان كده مهم قوي ان انت تطلع العينين دول عندهم هايبرتنسيف ميديت اورجان دامج ولا لا هيخليك تبدا ولا تستنى. عنده ابدا عنده كارديوفاسكولار ديزيز ابدا عنده رينال ديزيز ابدا فيري هاي ريسك بالكاتيجوري اللي احنا قلناه ابدا فيري هاي ريسك او هاي ريسك لا لو ولا مودريت تبدا. طيب اللو والمودريت ما عندوش كارديوفاسكولار ما عندوش رينال ما عندوش هايبرتنسيف بديل اورجان دامج قال لك بعد اللايف ستايل استنى عليه واديله فرصته من 3 ل 6 شهور والله ضغطه اتظبط كويس جدا ما اتظبطش خلاص انت لازم تخش بالتريتمنت خلاص انت اديته فرصته ان يظبط حاجته لمده 3 ل 6 شهور
طيب جريد 2 من 160 ل 179 او من 100 ل 109 لايف ستايل اوكي، وده على طول ده ادى له ايميديت دراج تريتمنت في كل العيانين، مش هتستنى زي بتاع جريد 1. وهدفك انك توصل للتارجت بلاد بريشر اللي احنا هنقولها بعد كده within 3 months، انزل للتريتمنت بتاعك في خلال 3 شهور. طيب جريد 3 اكتر من 180 على 110 لايف ستايل ادفايس ايميديت، وتنزل للضغط بتاعك في خلال 3 شهور. كلام بالجايد لاينز والايفيدنس بيست، قال ان احنا محتاجين نبدا زي ما احنا قلنا العيان اللي عنده 2 او 3 اهو كاتبها at any level of cardiovascular risk any level whatever، حتى لو كان لو تو مودريت، حتى لو كان لو تو مودريت. والكلام ده غالبا هيبقى في جريد 2 بالذات، لان جريد 3 يعني انا فوق 180 انا اوريدي بقيت هاي ريسك اصلا، او اوريدي تقريبا بقيت فيري هاي ريسك. لكن جريد 2 وارد، وارد هي صعبه شويه في مصر بالذات، سوارد ات اني ليفل، يعني ما تبصش اصلا، ما تفتحش السكور وتدور العيان جريد 2 او جريد 3 كونفيرمد، كونفيرمد اتاكدت بان انا العيان ده فعلا جريد 2، لا العيان ده لازم ابدا له تريتمنت مع طبعا اللايف ستايل تشينج اللي احنا قلنا عرفنا. طيب العيان الجريد 1 بقى عشان ده عليه كلام، احنا قلنا اللايف ستايل خلاص اوكي، لايف ستايل انترفينشن ريكومندد وتترمين اف ذس هيرجع لي للنورمال ولا لا. طيب جريد 1 لو تو مودريت ما عندوش ايفيدنس لهايبرتنسيف ميديت اورجان ديزيز او بلاد بريشر لوينج دراج دي ريكومندد في البيشنت ده، خلاص هو عنده انا هضطر اسفا اديله تريتمنت. طيب لكن لو هو ده كلاس 1، طيب لو هو جريد 1 وهاي او فيري هاي لازم غصب عني ابدا انشيش، لازم الاولاني ممكن اديله فرصه، وقلنا تقريبا ممكن اديله من 3 ل 6 شهور. لكن ده عنده هايبرتنسيف ميديت اورجان دامج خلاص لازم ابدا التريتمنت، ما ينفعش استنى. طيب العيان الفيت الاولدر بالهايبرتنشن اللي مش فريل اللي اكتر من 80 سنه البلاد بريشر لونج تريتمنت بتاعته والهايبرتنشن بتبقى ريكومندد بتاعته، ودي هناخد الارقام دي بعد كده، ارقام امتى ابدا دراج تريتمنت دي هتتقال بالتفصيل بعد كده. هو قايل ان العيان الاكتر من 80 وفيت لا اصبر عليه لحد ما السيستوليك يكون فوق ال 160، وده حاله خاصه للعيانين دول بس. قال ان الفيت والاولدر يكون فيت واولدر مش فريل لورنج تريتمنت واللايف ستايل انترفينشن فوق ال 160 ده كلاس 1. طيب البلد بريشر دراج تريتمنت واللايف ستايل انترفينشن ريكومندد في الفيت والاولدر الاكثر من 100 من 65 ومش فوق ال 80 لما السيستوليك يكون جريد 1 من 140 ل 159 provided ان التريتمنت ويل توريتد هيقدر يستحمله ده كلاس 1. لكن قال بقى ان الفريل عشان كده هو نزل الفريل عشان كده بيستبعد ان العيان ده يكون فوق فريل، الانتي هايبرتنسيف تريتمنت ممكن تعتبره في العيانين الاولد الفريم كلاس 2 بي الفريل، معلش لازم في كلاس 2 بي. الوثرول بلاد بريشر drug treatment على ال base of age even لو البيشنت اكتر من 80 not recommended، بمعنى جالك عيان عنده 80 سنه ماشي على علاج ضغط ومتظبط well tolerated سيبه ما تشيلش الضغط ما تشيلش العلاج خلاص، هو قابل واحد ومشى على العلاج وجالك لقينا ضغطه مظبوط خلاص ما تشيلش العلاج سيبه طالما هو well tolerated ما بيعملوش مشاكل ما بيهبطوش ما بيقعش ما بيجيلوش اورستاتيك هايبوتنشن ما بيجيلوش انه مشاكل شكل قال ايه well tolerated قادر يستحمله وقادر يتعامل معاه سيبه طالما متظبط عليه سيبه. البيشنت اللي عندهم هاي نورمال من 130 ل 139 او 85 ل 89 زي ما قلنا اللايف ستايل تشينجز، وقلنا 2 بي لو كان العيان ده فيري هاي او عنده كارديو فاسكولار ديزيز سبيشالي كورونر ارتري ديزيز مسموح لك 2 بي انك تبدا في الكاتيجوري ده التريتمنت. احنا زي ما قلنا في حاجتين لازم نفرق منهم كويس قوي، امتى ابدا علاج وايه التارجت، دول رقمين مختلفين مش زي بعض، وانا باكد تاني دول رقمين مختلفين مش زي بعض، يعني انا ابدا العلاج ده رقم، انا اوصل لتارجت ده رقم تاني بيعتمد على حاجات تانيه كتير. طيب انا ابدا علاج عيان هايبرتنسيف عادي من 18 ل 65 ابدا علاج فوق طبعا بكل الكاتيجوريز اللي احنا عايزينها بكل الحاجات اللي كانت مكتوبه،
اكتر من او يساوي 140، ومن 65 ل 70 اكتر من او يساوي 140، اكتر من او يساوي 80، وعشان كده كنا لسه قايلينها في الجايد لاينز 160، خلى ال 80 160، ما نبداوش علاج قبل ال 160. طب انت العيان جاي لك فوق ال 80 وللاسف حد بدا له العلاج والعلاج ظبطه وهو قلت له ريت تسيب، بس هو المفروض ما كانش نبدا العلاج. والدايستوليك اكتر من او يساوي 90. طيب الدايابيتك تقريبا نفس الارقام، السي كي دي تقريبا نفس الارقام، كورونار ديزيز برضه نفس الارقام، هي الارقام كلها تقريبا واحده في كل الكاتيجوريز كلها. بس لازم عارفين كويس قوي ان ال 80 ما نبداش العلاج قبل ال 160، العلاج بتاع ال 80 ما نبداوش قبل ال 160. بس هو قال العيان ده فريل ولا لا، هيستحمل العلاج ولا لا. عشان كده لما كنا رجعنا تحت ورا الستيت اللي قايلها الى فيت واولدر ده كلاس 1، لما كان فريل ده كلاس 2. الثريشولد بقى دي نفس الكلام بنفس الكاتيجوريز بتاعتها. طيب الريكومندد فيرست اوبجكتيف ان كل العينين ننزل بيهم تحت ال 140 سي، وايد ان التريتمنت ويل توليريتد واقدر العيان يستحمل. طيب في بعض العيانين ممكن ننزل لهم لل 130 80 او لور في معظم البيشنت، ده كلاس 1 وهنبقى مفصلينها بعد كده بالتفصيل. هو ده التارجت اللي احنا بنقوله. احنا بدانا علاج بدانا تريتمنت عند الايدج لحد 79 كنا بنبدا من 140، وعند ال 80 بنبدا من عند 160. طيب انا بدات علاج تارجتي اوصل لفين؟ رقم واحد تحت ال 140 90. طيب ويل توليريتد انزل مسموح لك تنزل لل 130 80 واقل في بعض الكاتيجوريز اللي هنعرفها في معظم البيشنت، عشان كده ما قالش كل البيشنت. هو دي كاتيجوريز. انا هفضل ان انا ابينها. لو انا تحت ال 65 وباخد بلاد بريشر دراج، انا ريكومندد ان السيستوليك بتاعي انا تحت ال 65 يبقى ريكومندد ان انا اوصل ل 120 129 في معظم البيشنت، اوصل من 120 ل 129 ده كويس جدا. طيب عيان اكتر من 65 وبياخد بلاد بريشر لورينج دراج، ان هنا بقول على التارجت ريكومندد ان انا انزل بالسيستوليك مش من 120 ل 129، لا من 130 ل 139. واهم حاجه ان انا اخد بالي كويس قوي من ادفيرس سايد افكت بتاعت الدراج ده توليريتد ولا لا. والتارجت دي وقت اني ليفل اوف كارديوفاسكولار ديزيز وفي اي بيشنت سواء معاه او معهوش كارديوفاسكولار ديزيز. يبقى نرجع تاني، عيان تحت ال 65 انا كان هدفي في الاصل ان انزل تحت ال 140 90، حققناه. يا ريت نكمل لو نقدر ننزل تحت ال 65 ل 120 129 وفوق ال 65 ل 130 139، ما عدا عيان واحد احب اقوله في العيان الاقل من 65، عيانين السي كي دي. عيان السي كي دي ما احبش انزل تحت ال 100 زي العيان ده كده تحت ال 130 139 اخر 130 في عيان السي كي دي، حتى لو عيان حتى لو عيان صغير ما نزلش تحت ال 130. السوليك للكل اقل من 80. طيب ايه اللايف ستايل بقى موديفيكيشن؟ دي مهمه جدا. اول حاجه السولت ريستريكشنز، ننزل بالسولت بتاعنا اقل من 5 جرام في اليوم. 5 جرام في اليوم دي كميه قليله مش كتير، وكميه الصوديوم هو كتبها في الجايد لاينز اقل من 2 جرام، فصوديوم اقل من 2 جرام سولت، لان احنا عارفين السولت ده صوديوم مع كلورايد، سولت اقل من 5 جرام. بالنسبه للالكحول هو اقل، بالنسبه للميل يكون اقل من 14، وبالنسبه للوومن اقل من 8. طيب recommended to avoid ال binge drinking. هو كلمة binge drinking هو هنا المقصود بها الشرب بشراهة بكمية رهيبة، ده class 3 يعني الشرب حتى السكر العميان يعني ده class 3. طيب
ناخد فيجيتابلز ناخد فروت او اللي هو بيسموه هتلاقوها بتتكتب كتير في جايد لاينز كتير الميديترينيان دايت اللي هو اكل دول السواحل اكل اليابان ودول الساحل اللي هو المقصود بيه فريش فيجيتابلز فريش فروتس الفيش النتس الانساتوريتد فاتس وخصوصا الاوليف اويل زيت الزيتون ونقلل الريد ميت ونقلل الدايري برودكت ولو هناخد ناخد اللي هي لو فات كل ده ريكومندد البادي ويت البادي ماس اندكس نبعد عن ال 30 لان ده اوبيس نبعد عن الويست كونفرنس في الميل اكتر من 102 و88 بالنسبه للفيميلز الهيلثي بالنسبه لبادي ماس اندكس من 20 ل 25 لان من 25 ل 29 و9 ده الاوفر ويت ويا ريت نكون تحت ال 94 في المين وتحت ال 80 في المين ده بيقلل الكارديوفاسكولار ريسك الايروبيك اكسرسايز ان احنا نمشي 30 دقيقه وتكون دايناميك حوالي 5 ل 7 مرات في الاسبوع السموكينج نوقفه ونحاول نتبع بروجرامز طبعا في بروجرامز للعيانين ما يقدروش يوقفوا سموكينج طيب بالنسبه للدراج بقى ودي حاجه مهمه ان ازاي نقدر نحط علاج ضغط لكل عيان علاجات الضغط كتير بس احنا نقدر نفسر العلاج على كل عيان يعني هل في ادويه تنفع لعيان وما تنفعش عيان وانا بوصف الدراج للعيان ممكن بعض العيانين ما يستجيبوش العلاج ويستجيبوا علاج تاني فبالتالي لا اشفت اللي بيستجيب في بعض العيانين وساعات ريزيستنت في بعض الادويه ما بيتعالجوش بسهوله ويكون اهم حاجه بس ان هو كان كومبلاينت للعلاج ده تاني حاجه ودي اتقالت برضه في الجايد لاينز السنجل بيل كومباينيشن ثيرابي ان انا لما اجي ادي كومباينيشن ثيرابي لان هو التريتمنت كله دلوقتي بتبدا في العيانين غالبا بكومباينيشن ثيرابي الا تحت كونديشنز معينه هنقولها غالبا انا هبدا بتو دراجز ما ابداش بتو بيلز ابدا بسنجل بيل عشان الادهيرنس عشان العيان يقدر ياخده ويبقى بالتالي ارخص للعيان وياخده مش يشتريه ويرميه ما ياخدوش طيب يبقى كلمه وان بيل يعني حبايه واحده اجمع الكومباينيشن في حبايه واحده والانيشال سيربي دول كومباينيشن طيب ايه الكومباينيشن احنا كان زمان في الفارما كان يقول لك ادويه الضغط A B C D بي شيلوها البيتا بلوكر شيلوها اتبقى عندنا ايه A اللي هو ايس اور اربس وسي اللي هي كالسيوم شال بلوكر ودي ده دايوريتك خصوصا الثايزايد والثايزايد لايك دايوريتكس هما دول الاسلحه بتاعتنا المبدئيه الفيرست لاينز اللي احنا هنحارب بيهم في الاول اجمع بقى كومباينيشنز ما بين اي واحده فيهم الايس او الاربس مع الكالسيوم شال بلوكر او الدايوريتكس اللي هي الثايزايد والثايزايد لايك طيب هل ممكن ابدا بسنجل دراج مسموح لك بص على المستطيل اللي جنب اول سطر قال ان المونوثيرابي اللو ريسك العيان الجريد 1 اللي هو كان ال 2 بي لو افتكرتوه اللي هو غالبا بيبقى سيستوليك اقل من 150 غالبا يعني ده انا ممكن ابدا له بسنجل او العيان اللي اكتر من 80 او الفريل مسموح لي ان انا ابدا بسنجل لان العيان ده انا ممكن اديله جهاز ضغط اديله علاج ضغط كومباينيشن يبقى عنيف وقوي جدا عليه ما يستحملوش او يكون اولد ايج قوي ويجي له اورثوستاتيك هايبوتنشن ويجي له هايبوتنشن عنيف فيفضل العيانين دول ممكن تبدا بمونوثيرابي طيب لا العيان ما استجابش للضغط وادينا له فرصته برده ما استجابش للضغط اضطر اخش على ستيب 2 تريبل كومباينيشن ويفضل في وان بيل بقى في ادويه تريبل دلوقتي في وان بيل كتير جدا عندي اس او اربس مع كالسيوم شال بلوكر مع دايوريتك تريبل كومباينيشن طيب لا برضو العيان لسه مش بيستجيب للعلاج وغالبا ده ممكن يبقى ريزيستنت هايبرتنشن وكلمه ريزيستنت هايبرتنشن هو ان عيان بياخد الويل توليريتد بلاد بريشر تريتمنت يعني واصل للثلاثه كاتيجوري اللي احنا شايفينهم فيهم اس اور اربس فيهم كالسيوم شانل بلوكر فيهم دايوريتك الثلاثه دول بياخدهم مع بعض ما بيوقفش ما بينساش بياخد العلاج ما عامل لايف ستايل كويس بيتقاس ضغطه كويس مستبعدين ان العيان بالاوت اوف هوسبيتال ان عنده وايت كوت فبالتالي العيان ده انا بتقول ان ده العيان ده ريزيستنت ان رغم كل الاحتياطات دي
واستبعدت السكندري هايبرتنشن كمان ان العيان ده ريزيستنت. طب في الحاله دي انا اعمل ايه؟ في الحاله دي انا هضطر اخش على ستيب 3 وهي التريبل كومباينيشن مع السبيرونولاكتون او بعض الدراجز الاخرى اللي هي زي ازر دايريتكس، ممكن استبدل الثايزايد بلوك او الفا بلوكر او البيتا بلوكر ممكن برضو ادخله. وغالبا العيان ده هنبقى محتاجين ان احنا نقعد ننفستيجيت شويه عشان نتاكد هو ريزيستنت ولا لا، وايه سبب الريزيستنت ده، لان لو لقينا سبب وعالجناه ما بقاش ريزيستنت خالص. طيب البوكس اللي تحت ده بتاع البيتا بلوكر، ان البيتا بلوكر ممكن يخش في اي ستيب من الستيبس لما احتاجها، زي الهارت فيلير ده واحده من الفور بيلر، زي الانجينا واحده من الانتي انجينا تريتمنت، بوست ام اي واحده من التريتمنت، لان غالبا العيان بوست ام اي هيحتاج بيتا بلوكر عشان هو اسكيميك هارت ديزيز او اسكيميك كارديوميوبثي، فبالتالي هو محتاج عشان البيتا بلوكر دي مهمه. الاتر فايبريليشن ده محتاج انتي اريثميك، فبالتالي البيتا بلوكر واحده من التريتمنت. اليانجر وومن والبلاننج للبريجنسي، لان احنا هنبقى في مشكله عندنا في البريجنسي، وان العيانه اللي ماشيه على ايس وارمز مش هقدر امشيها على ايس وارمز، هضطر اوقفه، فبالتالي انا معايا ادويه الضغط هتتقلص معايا الى الالفا مثال دوبا والبيتا بلوكر، فبالتالي البيتا بلوكر هنا هيظهر قيمته بقى هنا كانتي هايبرتنسيف في العيانين البريجننت. طيب هو بقى قاعد يتكلم يقول لو في كونديشنز عيان كورونري ارت ديزيز، الكلام اللي احنا بنقوله هنا بقى البيتا بلوكر دخل في اول صف على طول، دخل في مكانه، لان هنا هو داخل كانتي سكيميك مش كانتي هايبرتنسيف، وبما ان هو انتي هايبرتنسيف فهو وجوده مفيد. هي نفس الكلام تقريبا، بس هو كان بس حابب يقول هنا ان الكومباينيشن اتغيرت، دخل واحد جديد بقوه في الستيب 1، لكن هو تقريبا نفس الكلام. للسيكي دي، السيكي دي العينين دول لازم واخدين كلنا كويس قوي ان الثايازايد دايريتكس يا جماعه ما بنستخدمهاش لو جي في ار، هو كاتبها تحت، لو الجي في ار، او لا مش كاتبها في السلايد ده، بس الثايازايد ما بتستخدمش في جي في ار اقل من 45، جي في ار اقل من 45 انا هضطر الجا لللوب دايريتكس، مش هيبقى في افكتيف في الثايازايد دايريتك. وبي برضو الايس والاربس، لو الكرياتينين كليرنس بتاعي زاد اكتر من 30% انا هضطر اوقف، البوتاسيوم بتاعي 4.5 انا مش هقدر ادي حسب الجايد لاينز دي، الالدكتون سبيرولاكتون انا البوتاسيوم بتاعي 4.5 فما فوق انا مش هقدر ادي، الكرياتينين كليرنس اقل من 30 على ما اتذكر للجي في ار انا مش هقدر ادي برضو، هم كانوا بيقولوا ان الكرياتينين بالنسبه للميل 2.5 وبالنسبه للفيميل 2 برضه مش هينفع ندي سبيرونولاكتون، فبالتالي دي المحاذير اللي بتبقى على عيانين السي كي دي. لكن هل لو عيان عنده سي كي دي ستيبل بزلاين كرات ستيبل ما اقدرش اديه اس او اربس ليه؟ احرمه ليه؟ ما هو هيفيدني هيقلل شويه كمان البروتينوريا، ودي اصلا البروتينوريا دي انجيريس على الكيدني، هيفيدني لو هو عيان محتاج الاس والاربس هم ليهم فوائد. والله لو انا بدات والكرياتينين معليش قوي وما زادش اكتر من 30% البيز لاين، ليه احرمه؟ ما احرموش، اسيب له فرصته، بروفايد ان العيان ستيبل كريات، يعني ما اروحش العيان في اي كي اي وادي له اس واربس، ما اروحش عيان لسه متاثر وادي له اس واربس، ما اروحش على عيان كرياته النهارده واحد بكره بقى اثنين بعده بقى ثلاثه، لا ده على ستيبل ما ينفعش ادي له اس واربس. طيب الهارت فيلير والديفيوزيشن فراكشن، طبعا هو اوريدي البيتا بلوكر مع الدايريتكس مع الاربس، وغالبا احنا هنبقى في كاتيجوري دي من الاول اساسا، ومعاهم المينرال كورتيكويد اصلا لانه ده واحده من الفور بيلر. الجايد لاينز دي كانت 2018، ما كانش لسه الجايد لاينز الجديده اللي نزلت بتاعت الهارت فيلير اتكتبت، وان الام ار اي كان طلع فوق جنب الفور بيلر، فبالتالي هو مش حاططها فوق، هو حاطط الام ار اي في ستيب 2، لكن احنا اوريدي غالبا العين ده لو ريديوس ديشن فراكشن فعلا بالديفينيشنز اللي احنا عارفينها غالبا المينرال كورتيكويد هتكون بتتاخد اصلا عشان هارت فيلير مش عشان الايه الهايبرتنشن. بي اف نفس الكلام، هنا هيبدا يظهر دور للداي نون داي هيدروبريدين كاسل تشانل بلوكر، ان ممكن تبقى متاخده بدل ايه للبيتا بلوكر كتريتمنت للاي اف او للانتي اريزم بصفه عامه، وبالتالي هو بدا يخش ككومباينيشن معاه.
هو ده بقى الجدول اللي انا كنت عايز اقوله لكم بالنسبه التارجتس اللي احنا عايزين نوصل لها. العيان بالنسبه 18 ل 65 اول تارجت احنا ننزل 130 تحت، اول حاجه 140، ويا ريت لو نقدر ننزل لتحت ال 120 ال 120، بس ما ننزلش تحت ال 120، اخرنا 120 في العيان اللي هو من 18 ل 65، اخرنا 120 ما ننزلش تحته. ما عدا عيان السيكي دي اخرنا 130 ما نزلش تحت ال 130. طيب من 65 فما فوق اللي هو 65 ل 79 او اكتر من 80 اللي هم التو كاتيجوريز دول اخرنا 130 ما نزلش تحت ال 130، لان الاستاديز والكلينيكال ترايلز قالت ان ما فيش بنفيت، بل ده بالعكس ده ساعات بيبقى فيه هارت. ده يستر كل واحد اخرنا ننزل تحت ال 80 بس اخرنا 70 لكل الناس، اخرنا 70 يعني ما يجيش حد يقول لا والله الضغط لسه محتاج انزل اكتر من كده، لا وصلته ل 70 ل 79 وين ان جود توليريتد حلو قوي. سيب العيانين بيبقوا ويل توليريتد في الرينج اللي هو حاطه في جايد لاينز حلو قوي، وين ان جود سيبه زي ما هو. ده تلخيصا للكلام اللي احنا قلناه ان الانتي هايبرتنسيف دراجز الكومبينيشنز بتاعتها والسازايد والسازايد لايك والاسيلا للكلوروساليدون والاندفامايد دي ادويه الاسلحه اللي احنا بنستخدمها، الكومباينيشن ثيرابي والسنجل بيل كومباينيشن، البيتا بلوكر زي ما احنا قلنا بتستخدم في ايه، نفس الكلام اللي احنا قلناه، هو بس المحاذير اللي هو كاتبها كلاس 3 اللي هو المفروض احنا كلنا عارفينها، مفيش اثنين راس بلوكر بيتاخدوا مع بعض، مفيش اثنين راس بلوكر بيتاخدوا مع بعض. هل شفنا الكلام ده في بعض الروشتات لبعض الناس اللي للاسف اللي ما يعرفوش المعلومه دي؟ اه شفنا عينين بياخدوا اسم عربس للاسف واحنا مستغربين. ممكن يكون سهوا خدوا شته من دكتور على شته من دكتور وجمعهم على بعض فيعني هو ما يعرفش، بس يعني اهم حاجه ما فيش اثنين راس بلوكر بتاخدوا مع بعض. في حاجه في التريتمنت بتاع الهايبر تنشن اسمها ديفايسد بيد ثيرابي، دي حاجه لسه بيشوفوا الترايلز بتاعتها هتثبت كفاءتها ولا لا، ما بقتش لسه بقوه عشان تبدا تنزل في التريتمنت بتاع الجايد لاينز، لسه اندر ترايلز. وهي ايه هي الديفايس دي؟ والله هم جم قالوا لو احنا قدرنا نعمل استيميليشن لل البارو ريسبتورز احنا ممكن نقدر نظبط الضغط. فبالتالي المخترعين اخترعوا حاجه تدي بالسز على الكاروتيد بارو ريسبتورز سواء انترنالي سواء بستنت او اكسترنالي حاجه تدي بلس، وبالتالي هتقدر احنا طبعا البروسيبتورز دي هي السيتنجز بتاعت البلاد بريشر، وان احنا عارفين ان في ادويه اصلا كانت بتتاخد عشان تعمل حاجه اسمها ريسيتنجز اوف ذا بروسيبتورز، لان احيانا على الكرونيك هايبرتنشن البروسيبتورز دي تبدا تفهم او تعقل ان الست بتاعتي مش 120 80 لا الست بتاعتي بقت 150، فبالتالي هو اللي بيجي يظبط الميكانيزم بتاعت الجسم يبقى هو يظبطها للسيتنج اللي هو بقى جديد عليها، لكن الادويه بتاعت الضغط بتعمل ريسيتنج للبارو ريسبتورز دي. فبالتالي انا لو لعبت على البارو ريسبتور انا ممكن اظبط الضغط واقدر يبقى مظبوط. طيب في حاجه ثانيه ان انا ممكن اعمل حاجه اسمها، هي حاجه طبعا هتستغربوها، ارتيريو فينس فيستر، ان انا اجي على الاكسترنال فيمورال ارتري والاكسترنال فيمورال فين واعمل شنط ما بينهم سواء بتشانل او بفالف، فبالتالي انا هعمل يعني هخلي ما فيش تقريبا توتال بريف ريزيستنس في المكان ده، وبالتالي اقدر اقلل البلاد بريشر. بس طبعا الكلام ده لسه عليه ترايلز، وممكن تدخل عيان في هايبر دايناميك سيركيليشن وهارت فيلير هاي اوت هارت فيلير، فبالتالي الكلام ده لسه اندر ترايل. في ديفايس تاني ممكن نعمل استيميليشن لل الكاروتيد بوديز، ان انا انهبت الريفلكس اللي بيجي من الكاروتيد بوديز النيرف اندكس دي العب عليها اعملها دينيرفيشن بطريقه ما، فبالتالي اوقف الريفلكس بتاعها وبالتالي اقلل الهايبرتنشن. وهو لسه عشان كده قايل يا جماعه الديفايس بيز ثيرابي از ستيل اندر ترايل ولسه محتاجه فيرذر انفستيشن. طيب الريزيستنت هايبرتنشن، غالبا الريزيستنت هايبرتنشن العيان ده الديموغرافيكس بتاعته غالبا اولد ايج اكتر من 75 اوبيز،
ممكن يكون عنده obstructive sleep apnea. الكومن في البلاك بيبول العين ده بياكل ملح بكتير يكون ده سبب. الهاي بيزلاين بلاد بريشر انت جالك اول مره 190 او 180 غالبا العين ده التريتمنت بتاعه مش هيبقى سهل. الكونكومتنت ديزيز عنده هايبرتنسيف اورجان دامج عنده ال في اتش عنده سي تي دي دايابيتك اثيروسكليروتيك اورتيك ستيفنس او عنده ايزوليتد سيستوليك بلاد بريشر غالبا ايزوليتد ده احنا قلنا غالبا عنده اورتيك ستيفنس وبالتالي ده السول ما بيعالج بنفس قيمه السيستم. طيب واحده من اسباب الريزيستنت هايبرتنشن هي السكندري. فايه هو السكندري ريزيستنت هايبرتنشن؟ البرايمري هايبر اندوسترونيزم الاثيروسكليروتيك كليني فاسكولار ديزيز وده مشهور قوي السليب ابنيا زي ما قلنا. السي كي دي قلنا ده سبب او ديزيز بسبب الهايبرتنشن او سبب الهايبرتنشن اصلا. الانكومن بقى الفيو كروموسايتوما الفايبروماسكولار ديسبليزيا ودي من الحاجات اللي بتعمل رينال ارك ستنوزس في اليونج فيميلز الاورتيك كوركتيشن الكاشينج سيندروم الهايبر بارثايرويديزم. بالنسبه للدراجز هنا مجمعها لك ان الاورال كونترسبتيف دي مشهوره السيمباسومايميتكس زي ادويه البرد زي ما قلنا نزل ديكونجستنت وادويه البرد السودو افيدرين والحاجات دي عشان كده مكتوب في النشرات الداخليه بتاعتها لا يؤخذ لمرضى الضغط والناس ما بتقراش وبتجيب الادويه بتاعت البرد وبتاخدها زي برضو الحقنه اللي هي فيها الستيرويد هو هايبرتنسيف ولا مش هايبرتنسيف هو يقوم ضاربها وضغطه يقوم عالي يجيب هايبرتنسيف انكيفالوبافي. النون ستيرويد انتي انفلاماتوري دراجز كلها سواء بروفين اسبرين اي حاجه من الحاجات دي ولو ان الاسبرين الهاي دوز يعني عليها كلام وممكن نتكلم فيها لكن البروفين والكتافلام والديكلوفيناك والحاجات دي كلها النون ستيرويد بتعلي الضغط تعمل سلطه الوتر تنشن سايكلوسبورين ريثروبوتين الستيرويدز بعد الكانسر كيموثيرابي زي قلنا الفاسكولار انسولين جروث فاكتور انهبيتورز ريكريشنال دراج الكوكين والانابوليك ستيرويدز الليكورس بعض الماريجوانا والافيدرا والحاجات دي برضه الحاجات دي اللي تعمل ريزيستنت سكند هايبرتنشن. زي ما قلنا تعريف الريزيستنت هايبرتنشن ان لما الاوبتيمم بيست تولريتد يعني العيان ده وصلت معاه لماكسيمم دوز هو يقدر يتحملها لان في بعض الناس انا ممكن ما اقدرش اوصل بيهم للماكسيمم دوز اللي في البريسكريبشنز ان هو مش قادر يتحملها عملت سايد افكت مش قادر يتحملها عشان كده هو قايل الاوبتيمم بيست تولريتد فابروبريت ثيرابي لازم يكون معانا اس اور اربس لازم يكون معانا سايزايد او سايزايد لايك دايريتكس وكالسيوم تشانل بلوكر معانا الثلاثه دول ما قدرناش نحقق اللور كلينيك سيستوليك وداستوليك بلاد بريشر اقل من 140 90 و اكدنا الكلام ده لازم نتاكد بالاوت اوف هوسبيتال امبلاتوري بلاد بريشر وهوم بلاد بريشر وبعد ما اكسكلود الكوزز بتاعه السودو ريزيستنت ان العيان مش يعني السودو ريزيستنت معروفه برده مكتوبه في الجايد لاينز هتلاقوها ان يكون العيان ده اصلا بياخد الدراج ممكن يكون ما بياخدوش فهو لو بياخده ده سودو لو بياخدوش ده سودو ريزيستنت بياخد ملح كتير واحدة من الأسباب برضو ممكن يكون العيان مش مظبوط عمال بياخد ملح ياخد ملح ده برضو ممكن يكون العيان لا لو وقف الملح الضغط هيتظبط العيان ده يكون أصلا هواي كوت أصلا العيان ده يكون بيتقاس الضغط غلط وارد إنه بيتقاش صح الكايف سايز بتاعته مش مظبوطة هنا هنشكك بقى إن يكون القرايات مظبوطة ولا لا دي بيسموها سودو ريزيستنت العيان بعض العيانين بيبقى عندهم حاجة اسمها ان الدكتور مش عايز يعلي علاج الضغط او حاسس ان لما بيدي الدوز مش عايز يعلي الدوز اللي جايه او يبدا بالكومباينيشن ثيرابي زي ما جاردنز بتقول فبيسموها كلينيشن انيرشيا مش قادر يعلي الضغط عشان يقدر يكتب علاج ضغط صح ودي واحده من اسباب السودو ريزيستنت هايبرتنشن. طيب الريكومندد تريتمنت زي ما قلنا في الريزيستنت هايبرتنشن بعد اللايف ستايل وبعد ما عملنا الصوديوم ريستريكشنز ممكن نضيف للتريبل لو دوز سبيرونولاكتون. طيب ولو الدايريتك ثيرابي انتولرنت ممكن بعد كده لو السبيرولاكتون انتولرنت ممكن نخش بالازر سبيرولاكتون انهبيتور زي الابلينون والاميلورايد الهاير دوز سايزايد وسايزايد لايك او لوب دايريتكس لو كان الجي فار بتاعه ما يسمحش او انا عايز مور دايوريسيس ممكن ابدا بالبيسوبرلول الدوزاكسسين ده دواء من الادويه اللي ممكن برضو احيانا نلجا لها في انا عارف حتى هو موجود في مصر اصلا ولا لا ممكن نلجا له احيانا بس انا ما شفتوش الصراحه.
ايه هي الكاركترستكس العيان عنده سكندري هايبرتنشن؟ السكندري هايبرتنشن غالبا بيبقى يانج ايج زي ما قلنا اقل من 40، وغالبا بيبقى جريد 2 عند الاونست، وبس ممكن يبقى في اي جريد في التشايلد. وزي ما قلنا ممكن يبقى اكيوت ورسنينج للبلاد بريشر، بريفيس دوكيومنتد بلاد بريشر، او يكون جاي لنا بريزيستنت بلاد بريشر، جاي جريد 3، في اكستنسيف هايبرتنسيف ميديت اورجان دامج، في كلينيكال او بيكيميكال فيتشرز في اندوكراين ديزيز، في اوبستراكتيف سليب ابنيا، في فيكروموسايتوما، او اي حاجه ممكن تخلينا نشك. وده البريفلنس بتاعت الحاجات اللي اسباب من الاسباب حسب البريفلنس بتاعها، فبالتالي احنا هنشوفها قد ايه. يعني من اشهر الاسباب اللي فوق الاوبستراكتيف سليب ابنيا ورينال بريكيميكال ديزيز والاثروسكليروتيك ليني فاسكولار والفايبروماسكولار ديسبليزيا والبرايمر الدوستيرونيزم، دي اشهر حاجات. الباقيين بقى كلهم من واحد لايه لاقل من واحد، وده حسب الايدج كاتيجوري. قايل والله لو الايدج بتاعه يانج يبقى غالبا ده برينكيمال او كوركيشن او جيناتيك ديس اوردر، لو ادوليسنس نفس الكلام، لو يانج هيخش معانا بقى هنا اليانج وومن فايبر ماسكولار ديسبليزيا سبيشالي في الوومن. الكوركيشن غالبا هيكون اكتشف في الادوليسنس غالبا. طيب الميدل ايج هيخش معانا بقى حاجات البرايمر الدوسترونيزم والاوبستراكتيف سليب ابنيا والكوشنج ورينال بريكيماتس والاثروسكليروسس بقى بكل انواعه والاولد الاثروسكليروسس ورينال بريكيماتس. الادويه اللي برضو ممكن تعلي الضغط قلنا الكونتراسيبتيف بيلز، وقلنا نيزل كونجستنت والستيمولنت والليكوراس الاميون سبريسيف والكانسر ثيرابي والريكريشن سيرز. طيب في بعض السيندرومز الغريبه اللي ممكن يجي معاها السكند هايبرتنشن زي الليدل سيندروم، وزي الحاجه اسمها بيسموها ابارنت مينرال كورتيكويد اكسيد، زي الجوردن سيندروم، وزي الجيلر سيندروم، ودي حاجه كومن في البريجنسي، زي الكورتيكويد ريميدال هايبرتنشن. دي كلها ادويه، ودي كلها ديزيزز جيناتكس تبقى فيها مشكله يا اما في الريسبتور بتاع الصوديوم، يا اما في الريسبتورز اللي بتنهبيت الريسبتور بتاع الصوديوم، حاجات ليها علاقه بالصوديوم دي ابسوربشن والميكانيزمز، وكلها بتاثر وليها كلها كاتيجوريز كتيره. بس انا شايف ان ايه اعرف بس ان في سيندرومز ممكن تبقى واحده منهم. الكوايت كوت هايبرتنشن، احنا قلنا ان لايف ستايل ده كل الناس سواء عنده هايبرتنشن او ما عندوش، وعايزين نقلل الريسك وريجولار فولو اب للعيانين دول في الاوت هوستل، لان الوايت كوت ده هو الريسك بتاعه مش زي هايبرتنشن، بس وارد انه يقلب هايبرتنسيف. طيب العيانين دول عشان كده هو حاطط ان دراج تريتمنت في العيانين دول اللي لو لقيت عندهم هو وايت كود، بس لقيت عندهم هايبرتنسيف ميديت اورجان دامج، او لقيت عندهم كارديو فاسكولار ريسك هاي او فير هاي، تو بي مسموح لك انك تدي، لكن الروتين لا. يعني مش اي حد وايت كود وانا اتاكدت ان هو وايت كود، اتاكدت ازاي؟ بالاوت اوف هوسبيتال ان انا روتين اجيبه اديله علاج، لا لازم يكون عنده هايبرتنسيف ميديت اورجان دامج او عنده كارديو فاسكولار ديزيز شبه العيان اللي كنا بنقول عليه وكان واخد 2 بي اللي هو العيان بتاع الهاي نورمال، كان لازم برضو يكون ها فيري هاي ويكون عنده بالذات كمان كارديوفاسكولار ديزيز. ده ليه شروطه، هايبرتنسيف ميديت اورجان دامج او هاي او فيري هاي واخد 2 بي. طيب في الماسكت هايبرتنشن قلنا لايف ستايل تشينج دي خلاص، ولازم نعمل له هو الريسك بتاع الماسكت هايبرتنشن ده اعلى من النورموتنسيف، فبالتالي البريودك اوت اوف هوسبيتال بتاعته لازم مهمه جدا، ودي كلاس 1. والانتي هايبرتنسيف تو نورمالايز الاوت اوف هوسبيتال، وانا هو ماسكت بالنسبه لي، فبالتالي انا عرفت بالاوت اوف هوسبيتال هو والله هو اوت اوف اوفيس، انا عندي الاوفيس نورمال لكن اوت اوف اوفيس، فبيزد على الاوت اوف اوفيس فلازم ابقى متاكد هو عالي قد ايه ونورمالايز الاوت اوف هوسبيتال بتاعه. والانتي هايبرتنسيف تايتريشن بيبقى شوت تريتد هوز الاوت اوف هوسبيتال از نوت كنترولد، اللي هو بيسموها ماسكت ان كنترولد هايبرتنشن، اللي هو بيسموه ماتش ماسكت ان كنترولد هايبرتنشن، ده تعبير ده بيتقال عليه ام يو سي اتش، ده مهم ان انا اوصل للتارجت بتاعه المعالج. طيب الانتي بليتلت والكلام ده حصل عليه جدال كتير ولحد دلوقتي للاسف عند بعض الناس وكتير من الناس، وان اي حد فوق سن ال 40 ياخد برايمري بريفنشن اسبرين، الكلام ده بطل تماما وبقى كلاس 3. تاني اي عيان لازم يتاسس له ريسك فاكتورز ومفيش اسبرين بيتاخد لبرايمري بريفنشن خلاص، عشان كده الرودوس اسبرين بيتاخد سكندري بريفنشن بس، وكلمه سكندري يعني العيان بقى عنده ديزيز، عنده كارديوفاسكولار ديزيز، عنده ريسك فاكتورز ديزيز. وده الكلام بتاع الجايد لاينز اللي نازل
في الكارديو بريفنشن قايل ان الاسبرين 75 ل 100 ملي جرام ريكومندد للسكندري بريفنشن. وانا ممكن يبقى عيان عنده اسبرين الرجي وادي له حاجه ثانيه غير الاسبرين؟ اه سمح لك انك تستخدم الكلوبيدو جريل بديل للاسبرين لو العيان ما يقدرش ياخد الاسبرين، عنده جاسترايتس، عنده الرجي للاسبرين. شفنا عيانين عنده الرجي للاسبرين كانت مشكله كبيره، لان هيبقى مشكله ان العيان ده يفضل ماشي على الاسبرين. فبالتالي سمح لك الجايد لاينز دي واداها كلاس 1 انك تديها في السكندري بريفنشن كلوبيدو جريل 75، ودي كانت حاجه هايله على العيانين اللي عندهم الرجي. طيب هو العيان الكلوبيدو جريل 57 ممكن اصلا تعتبره احسن من الاسبرين؟ قال اه بس 2 بي. سمح لك انك تبدا بالاول كلوبيدو جريل بس 2 بي. طيب وانا لازم طبعا اي عيان ماشي على انتي بليتلت وهاي ريسك فور جاسترو انترنال بليدنج، عندنا ريسك سكورز كتير قوي للبليدنج، ده كلاس 1. طيب العيان الدايابيتك الهاي والفيري هاي، وانا باكد دايابيتك هاي وفيري هاي كارديوفاسكولار ريسك، سمح له وهو ده الحاجه الوحيده اللي سمح لها بالبرايمري بريفنشن بس. برايمري بريفنشن بس انك تدي في العيان هاي والفيري هاي ريسك كارديوفاسكولار ديزيز لو دوز اسبرين واداها كلاس 2 بي. لقوا ان في فايده ممكن تيجي لكن اي حاجه ثانيه لا. وتاني اهو الانتي بليتلت وبعدتها اهو الانتي بليتلت نوت ريكومندد في الانديفيديوال لو لو مودريت كارديوفاسكولار ريسك يو تو انكريز الريسك. لقوا ان ان اه ممكن يقلل الكارديوفاسكولار بتاعهم ريسك الكاتيجوري بتاعهم بس في بليدنج بيحصل. فريسك بينفيت ريشيو لا، لقوا البليدنج اعلى من الريسك، فلما حسبوها ريسك بينفيت لا يبقى بالتالي كلاس 3. التريتمنت بتاعنا تو دراج كومباينيشن، احنا قلنا ده كلاس 1. الانتي هايبرتنسيف فيس لازم يحتمل على حاجات معينه، وقلنا البيتا بلوكر ايه بالظبط الطرق. طيب التارجتس برضو كلها عرفناها وقلناها، وقلنا ان مفيش كيس واربس يبقوا اتنين مع بعض. في العيانين اللي بيبقى عندهم دايابيتك او نون دايابيتك سي كي دي، قلنا التارجت بتاعهم مختلف عن باقي التارجتس، اللي هو في السن اللي هو الصغير اللي هو يبقى تحت ال 65. العيانين دول كنا بننزل ممكن مسموح لك تنزل 120، ده لا مسموح لك بس تنزل ال 130. احنا قلنا ان الراس بلوكر محبذ ومحبب جدا لانه بيقلل الالبومينوريا، وبالتالي تقليل الالبومينوريا في حد ذاته بيقلل السي كي دي انزنس في العيانين الهايبرتنسيف. نقول الالبومينوريا انت بيعمل ريسك في هايبرتنشن وريسك في سي كي دي اصلا، وبالتالي المايكرو البومينوريا دي مش حاجه كويسه. الكومبينيشن بتاع الراس مع الكالسيوم شال بلوكر او دايريتك ريكومندد از انيشال ثيرابي بصفه عامه. عيانين الكورونا ارت ديزيز قلنا علاجهم برضو بنفس التيتم بنفس الكاتيجوري بكل حاجه. العيانين الهارت فيلر ويز ريديوز قلنا برضو نفس الكلام، ده كله نفس الكلام ده احنا قلناه برضو. دي حته كانت متقاله للهايبرتنشن واتعدلت شويه، فدي من الجايد لاينز الجديده اللي نزلت بتاعت البروبس اسسمنت اللي لسه نازله 22، عشان في كلام هم قايلينه مهم. العيانين اللي عندهم كرونيك هايبرتنشن وداخلين الكتف سيرجري اتس ريكومندد ان احنا ما نلعبش في الضغط بتاعهم كتير، عالي قوي واطي قوي الفلكتويشن ده بلس 1 مش مسموح عشان ده ممكن يعمل مشاكل. وريكومندد ان البري اوبرتيف سكريننج للهايبرتنشن ميديت اورجان دامج وكارديوفاسكولار ريسك فاكتور في العيانين داخلين سيرجري خصوصا الهاي ريسك بقى كلاس 1. وكان زمان ممكن العيان اللي عنده جريد 1 وجريد 2 تاخر له العمليه كلاس 2 بي، نزلت بقت كلاس 3 دلوقتي. مش ريكومندد العيان ستيج 1 وستيج 2 يخش، اللي مش مسموح له يخش كلاس 3. كلاس 1 و2 يخش، يخش يخش طالما الكتيف نون كاردياك سيرج. طبعا الكلام ده لا ينطبق على الامرجنسي او المصطلح الجديد تايم سنسيتيف اللي هو ايرجنسي. طيب بيشنت الانديكيشن فور ستاتنز برضو ان العيانين يبداوا الستاتنز لو انديكيتد، يبدا ان البري اوبرتيف انيشيشن للبيتا بلوكر في العيانين الهاي ريسك نون كاردياك سيرجري ممكن تو بي كونسيدرد لو عنده تو كلينيكال ريسك فاكتورز عشان يقلل انسنس اوف بري اوبرتيف مايكارديال انفاركشن، اداها 2 بي بس ما يبداش البيتا بلوكر وهو كاتبها حتى بالاستريكس تحت قبل اسبوع، يعني مش يبدا ويخش عشان الانسنس بتاعها يجي له هاي بوتنشال انترا اوبرتيف وحش.
البري اوبراتيف انيشيشن البيتا بلوكر برضو في العيانين اللي عندهم ارتيز مايكارديال اسكيميا برضو يبدا قبلها باسبوع، ما يبداش قبل العمليه على طول. الروتين بقى انيشيشن لاي عيان تجيبه تديله بيتا بلوكر قبل ما يخش، قلنا والله عشان البيتا بلوكر بتقلل، لا لو ما عندوش انديكيشن ما تديلوش بيتا بلوكر. عيان اللي عنده انديكيشن بس هو اللي تبدا له بيتا بلوكر وتبدا له قبل العمليه باسبوع، غير كده ما تبداش. طيب مين يكمل؟ عندنا البيتا بلوكر مسموح لك تكمل عليه، العيانين على الستاتنز مسموح لك انك تكمل عليه. طيب عيانين بقى الراس بلوكرز هنا بقى هيبقى في مشكله. وانا الراس بلوكر دي باخدها ليه؟ اسال نفسي، باخدها عشان هارت فيلير ما توقفش، باخدها عشان هايبرتنشن توقف. عشان كده الستيبل هارت فيلير راس بلوكر 2 بي تكمل، اللي تحتها بقى وزود هارت فيلير ويز هولدنج توقف الراس بلوكر يوم العمليه كلاس 2 اي. عشان والبيشنت اللي على دايريتكس تو تريت هايبرتنشن توقف الدايريتكس عشان تريتمنت بتاع الهايبرتنشن توقف. العيانين اللي ماشيين على اس جي ال 2 توقف قبل العمليه توقف قبلها بثلاث ايام كمان مش يوم العمليه. الاس جي ال 2 بيبقى مشكله مع الاستريس، هتقروا الكلمه دي الاستريس، يعني حتى لو مش داخل عمليه حتى لو عنده في ستريس نوقف الاس جي ال 2 العيان ده لو في ستريس نوقف الاس جي ال 2، العيان ده لو في عنده يورينري انفكشن نوقف الاس جي ال 2، العيان ده لو في عنده اي ستريس من اي نوع انفكشن عنيف جدا نوقف الاس جي ال 2. انا كده خلصت. حد عنده اسئله يا جماعه؟ شكرا يا دكتور فايد، محاضرة ممتازة يا باشا، تسلم. شكرا دكتور فايد.